أصحابي الأعزاء طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله فيديو جديد مع مستر محمد علي هديب، إن شاء الله أقدر أفيدكم. الفيديو ده صراحة معمول للطلبة المتميزين، المستوى الأدفانسد، المستوى المتقدم، الناس اللي بتدور على إنها تقفل امتحان ثالثة ثانوي. النهاردة هتكلم عن الجزء الأدفانسد، الجزء المتقدم في الفوكابلري، في الكلمات. عندنا كلمات بتاعة المنهج، الكلمات اللي هي الكي فوكابلري، الكلمات الرئيسية في المنهج. الكلمات دي احنا بنبقى حافظينها في المنهج بمعنى معين، ممكن تبقى جاية بقى بمعنى تاني خالص، يعني حاجة ممكن احنا مكنش نعرفها. هو جايب الكلمة في الامتحان، الكلمة اللي احنا عارفينها في المنهج، بس احنا عارفينها بمعنى معين، فالكلمة دي ممكن تاجي في الامتحان بمعنى مختلف. فأنا لازم يعني ده اللي أنا هقدمه لكم النهاردة، إن احنا نعرف الكلمات الأساسية بالذات اللي علينا في المنهج. اولا هقول لك المعنى اللي عليها اللي عليك في المنهج، والمعنى الرئيسي بتاعها، والمعنى المستخدم، والمعنى اللي هو اللي في الغالب بيجي، ولكن برضو للناس اللي بتدور على انها تقفل الامتحان، انها ما يبقاش عندها اي اخطاء، ان مهما الامتحان جه صعب اعرف اتعامل معاه في الجزء بتاع الكلمات ده. كمان الموضوع اللي انا هقدمه النهارده ده ينفعكم كويس جدا في الكومبريهنشن، في قطعه الفهم، وخصوصا ان احنا عندنا قطعتين فهم، عليه كل قطعه عليها 8 اسئله، يعني 16 سؤال. من ضمن الاسئله اللي بتاجي انه بيجيب مثلا كلمه تكون الكلمه دي صعبه علينا، ويجيب بعد كده الكلمات اللي بتساويها، فده برضه هيفرق معانا كتير جدا. انا بعرف الكلمات دي ليها معاني تاني ايه، عشان خاطر ابقى ممكن يجيب كلمه صعبه وانا عارف ان الكلمه دي هي المعنى بتاعها، بس ما بقاش عارف ان ليها معنى تاني بمعنى مختلف يعني. فده اللي هنبدا فيه. الاول نصلي على النبي كده، وما تنسوش لايك لدعم القناه يا جماعه، دعم الفيديو عشان خاطر يوصل للناس، عشان الكل يستفيد. ما تبخلش باللايك، يعني دي ابسط حاجه ممكن تقدمها، بالاضافه انك يعني اسالكم الدعاء ليا بظهر الغيب ليا ولاسرتي يعني. وربنا يبارك فيكم جميعا ويحقق لكم كل احلامكم وتوصلوا للي انتم نفسكم فيه، وان كلنا في مركب واحده بنحاول نساعد بعض، بحيث ان احنا نقدر يعني نساعدكم انكم توصلوا لاحلامكم، وفي نفس الوقت الواحد يعني ينتقي يعني ينفعكم بالعلم اللي هو الواحد يعرفه، عشان برضه يبقى بلغت رسالته في الدنيا يعني. نسمي الله كده ونقول بسم الله. أول حاجة هنبدأ بيها هي كلمة incident. incident من الكلمات الرئيسية، دايما يجيب الفرق ما بينها وبين event والحاجات دي، event و incident و accident. incident المعنى اللي علينا في المنهج بمعنى حدث عارض. يعني ايه حدث عارض؟ يعني اللي هو مثلا في الأعمال الفنية والأدبية، يقول لك النهاردة مثلا مسلسل كان مليان أحداث، هو ده اللي يقصده. يبقى لو طول ما أنا بتكلم على أعمال فنية أدبية بختار على طول كلمة incident. رقم اتنين بتجيب معنى حادث أو حادثة غير عادية أو هامة أو بها عنف، يعني لو حاجة كده مش مهمة أوي، حاجة كده عرضية، حد حصل له حاجة بسيطة بتقول عليها incident، أو فيها عنف. يعني على فكرة الميردر، جرائم القتل بتعتبر incidents، بتعتبر أحداث. لكن الأكسيدنت عشان برضه أميزها لك، الأكسيدنت الحادثة في الغالب بتيجي مع الحاجات تخص المرور، حادثة مترو، حادثة عربية، حادثة طيارة، حادثة سفينة، يتقال عليها أكسيدنت. واحد معدي شارع أكسيدنت، لكن ميردر جريمة قتل يتقال عليها incident. طب نشوف بقى الفكرة الصعبة أو الجزء الأدفانسد. لو جاب لي جملة زي دي في الامتحان، بيقول لي توكس الكلمات between the neighboring countries، ما بين الدول المجاورة، neighboring يعني مجاور، وير كولد أوف following a border، يعني خلاص بقت اتكنسلت كده، خلاص ما كملوهاش يعني، بعد ما وصلوا لبوردر. بوردر يا جماعه يعني حدود. ليه للحدود؟ لو انت بصيت هتلاقي incident و event و occasion و festival، المعنى الحرفي يعني ايه مثلا لحادثه حدود مثلا. طب حادثه دي اقصد بيها ايه بالظبط؟ نشوف بقى مستر. هو طبعا احنا كده هنختار incident، طب المعنى بتاعها ايه بقى؟ المعنى بتاعها يا مستر بمعنى ازمه حدوديه. بوردر انسيدنت ده تعبير على بعضه بمعنى ازمه حدوديه. يبقى انا عندي كلمه بوردر انسيدنت بمعنى ازمه حدوديه. خلاص يبقى هو التعبير ده على بعضه بمعنى ازمه حدوديه. دي اول حاجه. رقم اثنين عندي كلمه ديماند. ديماند طبعا احنا واخدينها كفعل بمعنى يطالب، وبتجي اسم بمعنى طلب او امر. ده المعنى الاساسي اللي احنا عارفينه. ديماند بتساوي اسك، بتساوي ريكويست بمعنى طلب او يطلب، او اوردر بمعنى طلب او امر. لكن هو بقى ممكن يجيب لي الجزء الادفانسد، جمله زي دي: سكولز المدارس اند يونيفرسيتيز والجامعات ماست بريبير، لابد ان يجهزوا يونج بيبل للشباب تو ريسبوند، ان هم يستجيبوا او يردوا تو ذا نوت اوف ورك، لايه بتاع العمل، رايتس حقوق ولا ديماندز طلبات او ويجز اجور ولا كواليتي الصفات. هو طبعا المشكله كلها هي انه ناس ممكن تلخبط ما بين كواليتيز وديماندز، يعني اثنين تانيين يبقى صعب. طبعا احنا هنا نختار ديماندز ليه بقى؟
لان هنا جايه بمعنى متطلبات او لوازم او احتياجات. يبقى انا كده كلمه ديماندز بتجي بمعنى يطلب او طلب امره، كمان بتجي بمعنى لوازم او احتياجات او متطلبات. كمان في فكره تانية لكلمه ديماند او معنى تاني، بيقول نيو اونلاين بلاتفورمز، المنصات اللي على النت الجديده ساتش از زي واتشت allow you to watch a video. على فكره دي مهم جدا 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 الجمله دي، لان انا شفتها في اللونج مان، الجمل بتاع الشركه بتاع الكتاب اللي عامله لنا الكتاب منزلها اكتر من مره، وشفتها في كتب كتير. فخلي بالكم جدا من الجمله زي دي. قال لي المنصات اللي هي زي واتشت بتسمح للمشاهدين انهم يتفرجوا على الفيديوهات اسمها اون ديماند. يعني ايه بقى اون ديماند؟ بقى التعبير على بعضه اون ديماند يا مستر بتجي بمعنى تحت الطلب، فيديوهات تحت الطلب. يعني فيديوهات تحت الطلب يعني انت بيبقى ليك رصيد مثلا، او بتشحن رصيد مثلا وبتطلب، والله انا عايز اتفرج على الفيلم ده. خلاص هو الفيلم ممكن يكون لسه بيوزع في السينما في امريكا مثلا، خلاص يقول لك بس هتدفع بقى كذا، اللي هو مجرد ان انا اديك حق اللي انت تسمعه وتتفرج عليه مثلا مره. فاسمها تعبير اسمه اون ديماند، يعني تحت الطلب. انا بقى رقم ثلاثه كلمه سبين، برضو من الكلمات الاساسيه والمهمه جدا في المنهج. سبين بتجي بمعنى يلف او يدور حول نفسه، يعني بيلف. خلي بالكم لانه اوربت يدور حول شيء، يعني لو جه بعد النقط مفعول بنختار اوربت، ما جاش مفعول بنختار سبين، لان بمعنى يدور حول نفسه او حول محوره. كمان يا مستر بتجي بمعنى يلف او يدور بالكلام، لما يجي يقول لك الواد ده بيحور بيلف ويدور بالكلام اسمه سبين. او يلفق، الجماعه اللي هم بيلفقوا، يعني ايه يلفق؟ يعني يقول كلام كذب. او يغالط بالكلام، يعني يقول كلام مش حقيقي مش مظبوط، او تلفيق او يزين الكلام. يبقى كلمه سبين ليها معنى حرفي اللي هو بمعنى يدور حوالين شيء، يلف، عفوا، يدور حوالين نفسه، يلف حوالين نفسه. رقم اثنين بتجي بمعنى يلف بالكلام. طب ايه بقى الجزء الادفانسد؟ الجمله ممكن اجي لي جمله زي دي، اسلك ورم اللي هي دوت الحرير او دوت القص زي ما بيقول، اكفر ذات كان جيف، بتدي 800 مترز اوف بيور سلك، من الحرير النقي الحرير الصافي. احنا هنا نختار كلمه سبين، يعني ايه بقى سلك ورم دوت القز؟ هنا بتدور كفر غطاء ممكن يوصل ل 800 متر، يعني هي تدور بغطاء دي. لا بقى لازم نعرف ان كلمه سبين بتجي بمعنى يخزل خيوطا، يبقى سبين ليها معنى غير اللي يلف ويدور والحاجات دي كلها، بتجي بمعنى يخزل خيوطا، يعني يغزل. بقول فبقى كده بقول الدوده دي بتغزل، ممكن تعمل غطاء حوالي 800 متر. وكمان خلي بالكم برضو في تعبير حلو قوي اسمه سبايننج ويل. سبايننج ويل دي بمعنى عجله الغزل، اللي هي عجله الخياطه يا جماعه، المكنه بتاعت الخياطه دي اللي العجله بتفضل تلف حوالين نفسها دي اسمها سبايننج ويل. نمبر 4 كلمه بوزيتيف، كلنا حافظين بوزيتيف بمعنى ايجابي، ودي كلنا عارفينها وسهله جدا، عكسها نيجاتيف. لكن الفكره الادفانسد بيقول لي وين اي سو ذا نيو ممبر، لما شفت العضو الجديد ات ذا كلاب في النادي، اي نيو كنت عارف، وي هاد ميت بيفور احنا اتقابلنا قبل كده، اي ووز نوت اباوت ذات. طب انا لو انا طبعا كده نختار بوزيتيف، بس انا همشي حرفيا يعني انا ايجابي عن ذلك. لا نعرف بقى ان كلمه بوزيتيف بتجي بمعنى متاكد او اكيد او ثابت او جازم، يعني لو انا عايز اقول انا متاكد بتساوي ايام شور، يبقى انا لو جيت ممكن اقول ايام شور او ايام بوزيتيف بمعنى انا متاكد. طب خلي بالك كمان ان في حاجه اسمها بوزيتيف ايفيدنس، ده برضو مهم قوي، بمعنى دليل قاطع او حاسم. يبقى انا كلمه ايفيدنس او بروف اللي هو بمعنى دليل، لو جاب ليها بوزيتيف اختار قبلها بوزيتيف بمعنى قاطع بمعنى حاسم بمعنى اكيد. يبقى كلمه بوزيتيف ممكن نخليها بتساوي كلمه شور بمعنى متاكد. نمبر 5 كلمه كورس، كلنا حافظين الكورس واحنا بناخد كورس بمعنى كورس، اللي هو الكورس اللي هي الدوره التدريبيه يعني. لكن المشكلة كلها في الجزء الادفانس. لو جالي جملة زي دي بيقول لي ميتنج ندى، عندما قابلت ندى هيز وايف اللي هي زوجته، يعني بيقول عندما قابل ندى اللي هي زوجته تشينجت ذا هول ايه اوف علي لايف، غير ايه بتاع علي. طبعا احنا هنا نختار كورس. طب يا مستر احنا نختار كورس ازاي؟ يعني اقول لما قابل ندى علي حياته اتغيرت الكورس بتاعها يعني، او الدورة التدريبية بتاعها يعني ايه؟ مش فاهم. لا لازم اعرف ان كلمه كورس بتجي بمعنى مسار او اتجاه او تيار او جريان، يعني انا بقول مسار حياته كله اتغير لما قابل ندى دي، فحياته كلها اتغيرت، او اتجاه او تيار. نمبر 6 كلمه سبريد، سبريد طبعا كلنا عارفينها بمعنى يتسع او ينتشر او يمتد او ينبسط، بمعنى ينتشر. اقول مثلا يجب ان، على سبيل المثال، كثير من الامراض بتنتشر، الاشاعات بتنتشر، سبريد. لكن الفكره الحلوه لو جالي جمله زي دي if you warm up the butter، يعني انت لو دفيت الزبده كده يعني سخنتها بس مش قوي، it will not more easily unbread، هتحصل لها ايه على الخبز؟ طبعا احنا هنختار spread، بس spread يعني ايه بقى ينتشر وكده؟
لا لازم اخلي بالي ان سبريد ممكن تجي بمعنى يمكن فرده على الخبز. انت حتى تلاقيها في الاعلانات يقول لك دي جبنه سبريد، دي طحنيه سبريد، دي معرفش دي حلاوه سبريد، بمعنى يمكن فردها، يعني ايه سهله كده لينه تقدر تفردها على الخبز على عيش. النمبر 7 امباكت. امباكت بتجي بمعنى يؤثر على او تاثير. امباكت خلي بالك فيرب وناون، يؤثر وتاثير، لكن افكت بالايه يؤثر بس، لكن افكت تاثير. امباكت يؤثر او تاثير. امال الفكره الادفانسد بيقول لي اير باجز، اللي هي الاير باجز يا جماعه اللي هي بتبقى في العربيات عشان البالونات بتاعت الحمايه اللي بتحمي الناس لو حصل لا قدر الله حادثه، ار ديزايند بيتم تصميمها تو سوفت انها تلين تقلل يعني ذا نقط اوف كراش فيكتيمز، ضحايا التصادمات. بتقلل ايه يا جماعه؟ ذا نقط فور كراش فيكتيمز الامباكت، بس يعني تقلل التاثير على على اسمه ده الفيكتيمز الضحايا بتاعت طب ما هو مستر ممكن اقول تقلل الافكت، ما افكت هنا جايب معنى تاثير ايه؟ يبقى الاثنين هنا جايبين معنى التاثير. طب ليه اخترت امباكت؟ لان امباكت بتجي كمان ليها معنى بمعنى اصطدام او ارتطام او صدمه، فبقول بتقلل الاصطدام بتاع الحادثه، يعني قدر العربيه لو عملت حادثه في الخبطه بتاعت العربيه كده الايرباك بتتفتح فبتقلل التصادم شويه فبتقلل معدلات الوفيات. نمبر 8 بوزيشن. كلمة بوزيشن يا مستر الطبيعي يقول احنا عارفينه بتجيب معنى وضع وبتجيب معنى مكانة وبتجيب معنى على فكرة بتجيب معنى وظيفة وبتجيب معنى مركز اجتماعي أو منصب أو موضع، كل ده المعاني. خلي بالك كلمة بوزيشن دي كمان ليها بقى المعنى الأدفانسد. ذا برنسبال المسؤول توك ذا نوت ذات ذا ستودنتس ديدنت نيد ميوزك كلاسز. المسؤول أو الراجل المسؤول عن المدرسة مثلا أو المشرف على المدرسة خد إيه؟ إنه الطلبة مش محتاجين حصص مزيكا. قلنا بوزيشن بس يعني ايه خد المنصب ولا خد الوضع ولا خد؟ لا خلي بالي ان كلمه بوزيشن بتجي بمعنى راي او انطباع او وجهه نظر او افتراض، يبقى بوزيشن كمان ليها معنى بمعنى راي او انطباع او وجهه نظر او افتراض. نمبر 9 بايس. بايس بتجي بمعنى تحامل او تحزب او تحيز او انحياز او محاباه، برضه من الكلمات الرئيسيه واللي بتجي باستمرار في الامتحان، يبقى لازم اخلي بالي منها، ده المعنى الاصلي المفروض اللي كلنا نبقى عارفينه. طب يا مستر بقى لو جت بشكل مختلف شويه بشكل صعب شويه يجيب لي جمله زي دي يقول لي ماي يانجر سيستر اختي الصغيره هاز ا ماركت، عندها ماركت ايه؟ فور ليرنينج لانجويجز، لتعلم اللغات. عندها يا مستر يعني ايه؟ عندها تحيز لتعلم اللغات، مش يعني ايه تحيز ماركت؟ ماركت ده يعني مميز كده او متعلم يعني او ليه علامه او بصمه. فهنا قال لي لا، قال لي بايس ممكن تجد معنى موهبه فطريه او ميول، فبقول اختي عندها موهبه مميزه لتعلم اللغات، فيبقى بايس تجد معنى تحيز وتجد معنى تحامل وكمان تجد معنى موهبه فطريه او ميول. ميول يا جماعه يعني الواحد لما يقول ده عندها ميول للتعليم يعني بتحب التعليم. طب ممكن تجي كمان بمعنى تاني، قال لي ذا جورناليست الصحفي هاز نوت ذا فانز المشجعين اجينست ذا كابتن اوف ذا تيم. الصحفي بيعمل ايه للمشجعين ضد كابتن الفريق؟ بايست هنا جايه كفعل، بمعنى ايه بقى يا مستر؟ بتجد معنى يحرض على، يعني بقول الصحفيين للاسف الناس اللي ما عندهاش ضمير اللي هو بينشر اخبار كذب وكده عشان هو مصالح شخصيه والكلام اللي بيحصل للاسف دلوقتي، فهنا بتجي بايس اجينست بمعنى، وبتساوي على فكره بريجدايس اجينست برضه بمعنى يحرض على، فبقول الصحفي عمال يحرض المشجعين ضد كابتن الفريق، او يؤثر سلبيا ضد بيأثر سلبيا عليه يعني، او يقلب عمال يقلب الناس عليه زي ما بيحصل للاسف دلوقتي يقلبوا الناس على بعضها يعني. نمبر 10 كلمة سبورت يعني دعم أو يدعم، بتجيب معنى يدعم أو دعم أو يؤيد أو تأييد سبورت. لكن الفكرة الأدفانسد أي دونت ثينك، أنا لا أعتقد يور أوبريتنج سيستم، إن النظام التشغيل عندك نقط ذات فيرجن، فيرجن بمعنى نسخة أوف ذا بروجرام بتاع البرنامج إنيمور. يا مستر والله طب أنا ممكن أقول حاجات كتيرة تنفع، طب هنا ليه اخترت سبورت؟ ما هو أسيست بمعنى يساعد أو يدعم، يعني ليه اخترت سبورت؟ سبورت هنا يا مستر بتاجي مع الاجهزه والحاجات دي كلها بتجي بمعنى يدعم او يمكنه تشغيل ملف في كمبيوتر او تليفون محمول. انت حتى تلاقي لو انت نزلت برنامج ولا حاجه لو الموبايل بتاعك ما بيدعموش يقول لك ايه؟ يقول لك ات دازنت بتاع ده ات ازنت سبورتد، يعني الملف ده او الحاجه دي مش بيتم دعمها. فبمعنى يدعم يعني ايه؟ يدعم بقى للاجهزه بمعنى يمكن تشغيله، ان انا الجهاز يقدر يشغله سواء كان كمبيوتر او تليفون محمول. نمبر 11 استرو. استرو طبعا يا مستر بتجي بمعنى قش او تبني، كلمه استرو بمعنى قش او تبني. لكن يا مستر لو جات كفكره ادفانسد قال لي children like to have all kinds of juice، العيال بتحب تشرب العصير ثرو من خلال انقط، هقول من خلال القش، يعني ايه من خلال القش؟ ازاي مثلا؟ يعني الاجابه الصح استرو. طب ليه استرو؟ ما هي برضه معناها قش او تبن.
ليه يا مستر اختار استرو؟ قال لي لا، لا اصل استرو كمان ليه بتيجي بمعنى شفاطه للمشروبات، اللي هو الشاليمو اللي احنا بنقول عليه شفاطه للمشروبات. نمبر 12 بروديوس، بروديوس بتيجي بمعنى ينتج، كلنا حافظين بروديوس ينتج وبرودكت منتج وبرودكشن الانتاج. قال يا مستر لكن المعنى المختلف شويه، او المعنى اللي ممكن ناس كتير ما تبقاش عارفاه ويبقى شاطرين. قال لي ماي انكل عمي رانز ا فارم، بيدير مزرعه ذات سيلز اونلي، بتبيع بس فريش اند اورجانيك، حاجات طازه واورجانيك يعني عضويه يعني ما فيهاش مواد كيميائيه لوكال. ايه طبعا هنا ناس تقول لي انا اختار برودكت. يا جماعه برودكت اسم مفرد، مستحيل في الانجليزي الاسم المفرد يجب دون اداه او ضمير. كان لازم مثلا يقول اونلي ا فريش مثلا، كان لازم يقول ا. امال هنا اختار بروديوس. طب هي بروديوس مش بمعنى ينتج، ازاي يجي فعل بعد الصفه؟ ما اللوكال دي صفه المفروض يجي بعدها اسم. لا ما هي بروديوس بتجي اسم بمعنى انتاج زراعي او منتجات زراعيه، يبقى لازم اعرف ان بروديوس بتجي فعل بمعنى ينتج واسم بمعنى انتاج زراعي ومنتجات زراعيه. على فكره يا جماعه uncountable، لو جت اسم بمعنى بتبقى اسم لا يعد ما بيتجمعش. 13 كلمه جريد بتجي بمعنى درجه او تقدير، جريد درجه، يعني مثلا اقول له والله انا جايب 50 من 50، جايب امتياز، جايب كده، يبقى اسمه جريد. طب الفكره الادفانسد، قال لي اونلي 10% اوف ترينيز، فقط 10% من الترينيز، ترينيز يا مستر اللي هم المتدربين، لكن المدربين اسمهم ترينرز، في الفشل للاسف تو ميك ذا، انهم يعملوا ايه اون ذا كورس، في الدوره التدريبيه ذا كمباني اوفرز اللي الشركه تعملها. يعني ايه بقى مستر فيل تو ميك ذا ديجري اون، عفوا جريد، لا هنا يا جماعه العلامه جايه بالغلط، المفروض العلامه على كلمه جريد، معلش عفوا، ديجري دي بمعنى مؤهل دراسي، ميك ذا جريد التعبير ده بمعنى يفي بالشروط، يبقى انا ميك ذا جريد تعبير بقول ل 10% من المتدربين فشلوا ان هم يفوا بالشروط، ان هم يقدروا يلبوا الشروط يحققوا الشروط. فخلي بالنا هنا الغلطه كلمه ديجري غلط، المفروض الصح هي كلمه جريد، بس دي معلش جت مني بالغلط يعني جل من لا يسف. النمبر 14 ارجيو، ارجيو بمعنى يجادل او يتشاجر او يحاجج، يحاجج يعني عمال يجادل كتير يعني يجيب حجج. طب المعنى اللي ممكن يكون ادفانسد، ذا كاستمر سيرفيس، خدمه العملاء، ديبارتمنت، قسم خدمه العملاء، نوت ذا كلاينت، العميل، انتو ويذدرونج، انه يسحب هيز كومبلينت، الشكوى. فهنا طبعا واخدين ارجيو، الاجابه الصح ارجيو، بس يعني ايه ارجيو ذا كلاينت انتو ويذدرونج؟ يعني ايه جادله كده؟ لا خلي بالي ان كلمه ارجيو انتو، التعبير ده اللي هو ارجيو ذا كلاينت انتو كذا، بمعنى يقنع بفعل شيء، انه اقنعه العميل انه ايه يسحب الشكوى. هنا مش بمعنى يجادل خالص ولا يخانق، لا ده هم اقنعوا، يبقى كلمه ارجيو ممكن تجيب معنى بيرسويد لما تاخد حرف الجر انتو. 15 ماجوريتي طبعا كلنا حافظينها بمعنى الاغلبيه والاكثريه. طب المعنى الادفانسد، قال لي سامي ويل بي ايبل، سامي هيكون قادر تو ران هيز انهيريتد كمباني، انه يدير، انه ران خلي بالك معنى يدير شركته اللي هو وارثها، وين هي ريتشز، عندما يصل هيز نوت ايج، عمر ايه يا مستر؟ قال لي جاب هنا اقول له يعني عمر الاغلبيه مثلا، لا هنا كلمه ماجوريتي، خلي بالك ايج اوف ماجوريتي التعبير ده بمعنى سن البلوغ، يبقى ايج اوف ماجوريتي او ماجوريتي ايج على بعضها بمعنى سن البلوغ. 16 اوارد، اوارد بتجي بمعنى يمنح وبتجي بمعنى جايزه، بس تكون رسميه يا جماعه، لازم تكون جايزه رسميه يعني فيها احتفال وكده او منح. طب المعنى الادفانسد، قال لي ذا وركرز العمال ار ان هابي، غير سعداء وذ ذيس ييرز باي نوت، ذي وونتد ات تو بي هاير، عايزين الموضوع يكون افضل. طب انا هنا اختار اوارد، يعني ايه العمال كانوا فرحانين مثلا بالجايزه الرسميه، يعني ايه الجايزه الرسميه للعمال مثلا؟ لا هنا خلي بالي ان كلمه اوارد بتجي بمعنى زياده منتظمه في الاجر او المرتب، يعني انا كل سنه مثلا بزيد على سبيل المثال 10% في المرتب، فدي اسمها اوارد، اسمها اوارد خلاص، بمعنى زياده منتظمه، مالهاش دعوه بقى بفكره جايزه ولا منحه ولا حاجه خالص، لا دي زياده منتظمه بقول لك كل سنه. 17 كلمه ريتاير، ريتاير خلي بالك بتجي بمعنى يتقاعد، يعني يتقاعد يعني يطلع المعاش، او يعتزل للرياضيين، يعني الرياضيين اولى بوتريكا ريتايرد ان مثلا 2013 في 2013، فهنا مستر دي بمعنى يعتزل او يتقاعد، يتقاعد يطلع المعاش. لكن خلي بالنا بقى المعنى الثاني، ديورينج ذا 5000 متر ريس، اثناء السباق ال 5000 متر، ذا رانر العداء في البادلي، يعني في خلي بالك دي الماضي من كلمه فول اللي هو يسقط، لكن مش يشعر ب، لا يشعر، ده حتى من افعال الصفات الماضي منها فلت بالتي مش بالال، فيل بادلي ده الماضي من كلمه فول قلنا بمعنى يسقط، سقط يعني وقع بشكل صعب، يعني از برينينج هيز اور هير انكل، يعني الانكل بتاعه اللي هو المفصل اللي عند الرجل تحت كده حصل فيه التواء، اند هاد تو كان مضطر ان هو
ريتاير. طب متقرر يعني بسبب ان انا حصل لي اصابه هعتزل مثلا؟ لا، بتجد معنى ينسحب من منافسه او سباق رياضي او يتراجع. يبقى كلمه ريتاير ممكن تجد معنى ينسحب، مجرد بس انسحاب كان من المسابقه، يبقى هنا اسمها ريتاير او يتراجع. التين ارتكلز، ارتكلز يعني المقالات او الادوات. ارتكلز خلي بالك بتجد معنى مقال، بس في جورنان مش الاسي ده مقال كحاجه اكاديميه كحاجه دراسيه يعني، لكن الارتكل مقال في جورنان، مقال في جريده. وتجي كمان بمعنى ادوات، زي مثلا احنا خدنا الديفينيت والانديفينيت ارتكلز اللي هي الا والان والذا، ادوات النكره وادوات المعرفه. طب ارتكل كمان بتجي بمعنى ايه بقى؟ قال لي يا مستر جيستس الضيوف ار ادفايزد، بينصحوا نوت تو ليف، انه ما يسيبوش اني نوت اوف فاليو، يعني الناس النزلاء هنا جاب معنى النزلاء، يعني بيتم نصحهم ان هم ما يسيبوش اي ايه بالفاليو يعني لها قيمه ان ذير هوتل رومز، في الحجرات بتاعت الفندق ارتكلز. طب انا يعني هيسيبوا مثلا اي مقالات او اي ادوات ذات قيمه؟ لان ارتكلز بتجد معنى اغراض او سلع، يبقى ليها معنى ثاني غير ادوات، بتجد معنى اغراض او سلع، يبقى ارتكلز اوف فاليو بمعنى اغراض ذات قيمه او سلع ذات قيمه. 19 كلمة كوميونيكيت، كوميونيكيت كلنا حافظينها بمعنى يتواصل او يتصل مع الاشخاص، يعني او الاي كوميونيكيت، وبتاخد حرف جر ويز، ويز احمد مثلا تواصلت مع احمد. قال يا مستر لكن خلي بالنا من المعنى ده، ديزيزز الامراض لايك ملاريا، زي الملاريا اند ليفر انفلاميشن، وزي اللي هو ربنا عافينا التضخم بتاع الكبد، ار نوت ثرو ديرتي درينكينج ووتر، من خلال او تليف الكبد من خلال شرب المياه الفاسده للاسف او القذره. فهنا كلمه كوميونيكيت يعني ايه بقى؟ شرب الامراض بتاعه الكبد والملاريا ايه اللي جابها مع يعني ايه تواصلت مثلا او كده؟ لا خلي بالك ان كلمه كوميونيكيت بتجد معنى ينتقل او يتفشى او ينقل الامراض بالذات، او كمان على فكره بتجد بمعنى يوصل الافكار، يعني يقول لك اي هوب، انا بتمنى تو كوميونيكيت ماي ايدياز، او تو بي ايبل تو، انا بتمنى ان اكون قادر على كوميونيكيت ماي ايدياز، ان انا اوصل لكم افكاري. يبقى بتجد معنى ينتقل او يتفشى للامراض او ينقل، وبتجد كمان بمعنى يوصل للافكار. 20 كلمة ليكتشر بمعنى محاضرة، كلنا حافظين ليكتشر محاضرة، وليكتشرر يعني محاضر. My father caught me، أبويا مسكني سموكينج، أبويا مسكني للأسف وأنا بدخن، and gave me وأعطاني a long note about the dangers of it. هو لو أعطاني محاضرة طويلة يعني قاعد يديني محاضرة يعني؟ لا، كلمة ليكتشر بتجد معنى توبيخ قاسي أو موعظة، يعني قاعد بقى يقول لي يا ابني حرام عليك مستقبلك وحياتك، أنت ما بتعملش حاجة غير إنك بتضر نفسك، أنت كده متخيل أنت هتبقى راجل؟ بالعكس، ده الراجل اللي يقدر يسيطر على نفسه. لانه حتى الصحابه يعني بعد ما انتهى الفتوحات الاسلاميه وكده قالوا احنا خلاص بقى كده احنا هنسيب الجهاد الاكبر ونروح على الجهاد الايه؟ الجهاد الاصغر، وهنروح للجهاد الاكبر. الجهاد الاكبر هو جهاد النفس، ان انت تقدر تسيطر على نفسك. فقال لي بقى ابويا اعطاني الونج ليكتشر، يبقى ليكتشر بتجي بمعنى موعظه، يعني يعني موعظه يعني درس كده، درس قعد كده يقول لي يا ابني حرام وكده، او توبيخ قاسي، او قعد هزقني. 21 ادفانس، ادفانس اللي احنا قلنا الموضوع كله النهارده عن الناس الادفانس المستويات العليا، قال لي بتجد معنى تقدم او تطور او ارتقاء او يتقدم او يرتقي. كل ده مستر ادفانس، يعني بتجي فعل وبتجي اسم. If you are coming to the party، لو انت جاي للحفله بليز ليت مي نو، خلي بالك عشان دي برضو والله من الحاجات اللي بلاقيها باستمرار في المراجعات في الكتب الخارجيه وفي لونج مان. فخلي بالنا قوي من التعبير ده، كلمه ان ادفانس يعني ايه بقى ان ادفانس يا مستر؟ ده تعبير على بعضه بمعنى مقدما او مسبقا، فبقول لك لو انت جاي عرفني قبليها، فكلمة قبليها أو مقدمة أو مسبقة اسمها تعبير اسمه in advance. كلمة progress زيها زي advance بمعنى تقدم أو تطور أو ارتقاء أو ازدهار، وبتجي برضه verb بمعنى يتقدم أو يرتقي أو يتطور. طب التعبير اللي موجود أو المهم، قال لي repair work أعمال الإصلاحات is in not on the أسوان جيزا هاي واي، على الطريق السريع بتاع الجيزة أسوان، and will continue هيستمر لحد جون. يعني بقى مستر تعبير ان بروجريس؟ طب ده خد الجمله دي الاول وبعد كده تلاقي جمله ثانيه عشان تاكيد، عشان انا قلت لك ان الاثنين دول ادفانس وبروجريس، ان ادفانس وان بروجريس مهمين جدا. ذا مينستر الوزير اوف ترانسبورت، وزير المواصلات سيد ذات، قال ان سيفرال رود بروجيكتس، مشروعات عديده للطرق، ار ناو الان ان نقط اند ويل بي كومبليتد سون، برضه ان بروجريس. يعني بقى ان بروجريس التعبير ده مستر بمعنى جاري او ماضي قدما، يعني عايز اقول والله ان شغالين عليه، يعني حاجه شغال، او قيد العمل يعني الحاجه شغالين فيها، او التنفيذ او تحت التشغيل، او بتجي كمان بمعنى مستمر، عايز اقول ان الشغل مستمر، الحاجه مستمره اسمها ان بروجريس، لكن ان ادفانس بمعنى مقدما او مسبقا. يبقى لازم اخلي بالي الفرق الكبير، يعني شيء مهمين جدا الفرق ما بين الاثنين دول. نمبر 23 ابروتش، ابروتش من الكلمات الرئيسيه والمهمه جدا. ابروتش بتجي بمعنى نهج او توجه او اسلوب او اسلوب دراسه او اتجاه،
ده اللي احنا المفروض حافظينه. طب المعنى المتقدم بيقول لي ماي جراند فاذر جدي از فيري اكتف، جدي نشيط جدا فور مان، بالنسبه لانسان ايه 70 years of age، لانسان ابروتشنج. طب يا مستر ايه اللي جاب هنا يعني ايه نهج 70 سنه مثلا او توجه او اسلوب؟ لا خلي بالك ان كلمه ابروتش بتاجي فعل بمعنى يدنو من، يعني ايه يدنو؟ يعني يقترب من، وبتجي اسم كمان بمعنى اقتراب او دنو او يقبل على، اللي انا قربت على الحاجه دي، او يواجه كمان بتجي بمعنى يواجه، يعني زي فيس. 24 سيستم، سيستم بتجي بمعنى نظام او اسلوب، نظام او اسلوب، ده اللي احنا كلنا حافظينه. Some vitamins، بعض الفيتامينات، are very beneficial، مفيده جدا، to strengthen، عشان تقوي your nervous نقط، such as vitamin B، زي فيتامين B، nervous ده اللي هو الاعصاب يعني. فطبعا سيستم، يعني ايه بقى nervous system يا مستر؟ سيستم هنا بتجي بمعنى جهاز او احد اجهزه الجسم او فصيله او دوره، يعني كل دي معاني لكلمه سيستم، بتجي بمعنى جهاز، بقول الجهاز العصبي، فالجهاز العصبي اسمه nervous system او احد اجهزه الجسم او فصيله او دوره. عشان كنا واخدين اللي هي بتاعت الدوره الدمويه برضه هتلاقي فيها كلمه سيستم. سيرفس، سيرفس بتجي بمعنى سطح او سطحي، سيرفس زي سطح الارض، سطح القمر وهكذا، سطح البحر. There is so much to learn، في حاجات كتير جدا تتعلمها، about the universe، عن الكون. I feel like، انا بحس وكاني، we have scratched، سكراتش بمعنى يعني اللي هو يخدش كده، يعني يخدش اللي هو يعمل اكنك بتعمل بتفرج كده الحاجه يعني. ذا نوت، انك بتعمل ايه؟ طب ما هو كلمه layer بمعنى طبقه، روف بمعنى سطح، يعني ايه بقى سكراتشز السيرفس؟ التعبير ده على بعضه بمعنى يخدش او يتعامل مع السطح، يعني ايه؟ يعني ياخد حاجه بسيطه خالص، القدر القليل من، يعني عايز اقول انا مجرد خدت حته صغيره خالص، وصلنا لحاجه بسيطه خالص يعني. 26 كلمه سرفايف بمعنى ينجو او يبقى حيا او يعيش، سرفايف كلنا حافظينها بمعنى ينجو او يبقى حيا او يعيش. طب الجمله الادفانس قال لي ذا اولد بزنس مان، رجل الاعمال العجوز ده، is not by his wife، بواسطة زوجته، and two sons، ولدين، to whom، اللي ليهم، he left his money، اللي ليهم هو ساب لهم كل فلوسه. فهنا طبعا هيختار سرفايف، بس يعني ايه الرجل العجوز او رجل الاعمال العجوز ايه السرفايف؟ يعني ايه نجي مثلا او ابقي حيا؟ ازاي ابقي حيا وساب كل فلوسه لمراته والولدين؟ لا سرفايف بتجي يا مستر بمعنى يعيش بعد وفاة احد الاقارب، عايز اقول ان هو يعني ساب لهم التركه دي، خلاهم يعيشوا بعد ما هو ممات يعني. رول، كلمة رول بتجي بمعنى بكرة أو لفة، أو كمان بتجي بمعنى يتدحرج أو تدحرج أو اسطوان، كل دي بتجي بمعنى رول. طب المعنى اللي مش عارفينه، أور ماس تيتشر، مدرس الرياضيات، إز يوزد تو كولينج، متعود إنه ينده ذا كلاس نقط تو نو هو إز أبسنت، عشان خاطر نعرف مين اللي غايب. يعني ايه بقى يا مستر اقول يعني اسطوانه الفصل مثلا ولا بكره الفصل؟ لا عايزك تعرف ان كلمه رول ممكن تجي بمعنى قائمه اسماء، يبقى رول حتى بتسمعوها في الافلام يقول لك احنا هنقرا الرول اللي هو قائمه الاسماء. 28 كلمه تريت بمعنى يعامل او يعالج او يداوي، كلنا حافظينها يعامل، اللي انا هقول لك يو شود تريت يور فريندز ويل، لازم تعامل اصحابك كويس، او بتجي بمعنى يعالج اللي جاي منها تريتمنت علاج، او يداوي يعني يدي العلاج يعني او الدواء. طب المعنى الغريب بقى، all wooden roofs، كل الاسطح الخشبيه، must be، لابد ان ايه؟ with a waterproof، waterproof اللي هو مضاد للميه. sealant to protect it against rain، اللي هو يحط له ماده كيميائيه كده تكون مضاده للميه عشان تحميه ضد المطر. طب احنا هنا مستر اخترنا تريت، طب ما هيل بمعنى يلتئم وكيور بمعنى يعالج. طب انا هنا اخترت تريت بمعنى ايه؟ طب خد الجمله دي كمان قبل ما نقول المعنى. the young scientist، العالم الشاب او الصغير في السن، ديفايس دي يعني اخترع، نيو برودكت، منتج جديد، فور ذا نوت اوف اندستريال ويست، النفايات الصناعيه، هيعمل ايه للنفايات الصناعيه؟ برضه هنختار هنا تريتمنت. طب ما هي تريتمنت بتجي بمعنى علاج، لا عايزك بقى تعرف ان كلمه تريت او تريتمنت، تريت الفعل بمعنى يعالج بماده كيميائيه، يعني يعمل حتى كده زي ما نقول بيعالج الميه، يعني يعالج الميه يحط لها مواد كيميائيه عشان يخلي الميه تبقى صالحه، او يقوم بعمليه معالجه للمواد، ان احنا بنعمل ليها عمليه معالجه كيميائيه. فتريتمنت المعالجه نفسها، لكن تريت يعالج، يبقى بتجي بمعنى يعالج، يعالج بشر يعني يديلك علاج، وكمان بتجي بمعنى مع المواد بمعنى يعمل له عمليه المعالجه الكيميائيه. 29 كلمه بنفيت، بنفيت بتجي بمعنى يستفيد او فايده او ينتفع او منفعه، المعنى اللي احنا حافظينه او اللي علينا في المنهج. لكن المعنى الثاني ذا نمبر اوف بيبول، عدد الناس، كليمنج اللي بيزعموا ان ان امبلويمنت اللي هو البطاله، نقط في قلنا الماضي من فول بمعنى يسقط، لاست مانث الشهر اللي فات.
بنفيت، يعني ايه بقى unemployment benefit ده فيل؟ يعني ايه نزل او قل او وقع الشهر اللي فات؟ لا خلي بالك ان unemployment benefit التعبير ده على بعضه بمعنى اعانه البطاله او معاش البطاله. يبقى انا يا مستر في الدول مثلا اللي هي المحترمه الناس اللي ما بتشتغلش ياخدوا حاجه اسمها اعانه بطاله، يعني حاجه كده بديل ان انا مش قادر اوفر لك الشغل، الدوله مش قادره توفر لك الشغل اللي يناسب المؤهل اللي انت اللي انت واخده، فبيدوا له حاجه اسمها الانمبلويمنت بنفيت. يبقى ده تعبير بمعنى اعانه بطاله او معاش بطاله. فبيقول لي بقى عدد الناس اللي هم يعني بيطالبوا بإعانة البطاله قل الشهر اللي فات. 30 individual، individual كلنا حافظينه بمعنى فرد او فردي او احادي او مفرد، ده المعنى الحرفي. طب نشوف المعنى الثاني، نجيب محفوظ هاد ا فيري نوت ستايل، عنده اسلوب ايه اوف رايتنج للكتابه which is still admired لحد النهارده، الناس لسه معجبه بيه. فهنا نختار individual ستايل، يعني انا بقى individual ستايل، قال لي individual مستر بتجي بمعنى متميز او خاص او خصوصي. عايز اقول نجيب محفوظ كان عنده اسلوب مميز، اسلوب متميز او خاص بيه هو، لكن طبعا فاك دي معناها غامض او غير واضح. 31 كلمة ايشو، ايشو بتجي بمعنى مسألة او قضية او مشكلة اللي احنا حافظينها كلنا، لكن خلي بالك تيشو لو حطيت قبلها حرف التي تبقى منديل، منديل ورق. There is an article، في مقال on flying motorbikes، على الدراجات البخارية اللي هتطير، in the last A of the car magazine، في اخر ايه لمجلة العربيات. ايشو يا مستر، طب انا ممكن اقول بروشور، بروشور دي اللي الورق بتاع الدعاية والحاجات دي. انا هنا اللي جاب ايشو للموضوع، اللي جاب يعني ايه في اخر مساله في الجريده؟ لا ايشو بتجي مستر بمعنى طبعه او اصدار، عايز اقول اخر اصدار للجورنان، اخر طبعه للجورنان، وبتجي كمان فعل بمعنى يستصدر او يصدر حكما او قانونا. يعني مثلا اقول والله البرلمان دلوقتي بيحاول يطلع قانون لكذا، يبقى ده اسمه ايشو بمعنى يستصدر او يصدر حكما او قانونا. 32 كلمه اسكيب بمعنى يهرب او يفر او هروب او فرار. اسكيب ده المعنى اللي احنا حافظينه. طب المعنى الثاني، قال لي ذا ماونتن كلايمبر، متسلق الجبال، نارول يعني بشكل صعب جدا او يعني في اخر لحظه، نقط ديث ان ديث اللي هو الموت، ان انا افالانش اللي هو في انهيار جليدي، ان ذا البس في جبال الألب. هنا اسكيب ديث، اسكيب ديث ده مستر تعبير بمعنى ينجو من الموت، اسكيب ديث يعني الحمد لله انا فلتت من الموت، يعني بقول المتسلق ده يعني فلت بعجوبه من الموت في انهيار جليدي، يعني هو طالع كان منطقه فيها جليد فوق الجبل انهارت، فهو نجا ساعتها من الموت بعجوبه يعني، فاسمها سكيب ديث بمعنى ينجو من الموت. 33 كلمه كونسنتريت، كونسنتريت كلنا حافظينها بمعنى يركز، اللي جاي من الكونسنتريشن يعني تركيز، وبتاخد حرف الجر اون. طب نشوف المعنى الثاني، قال لي موست اوف ذا كانتريز اندستري، معظم الصناعه بتاع الدوله، از نوت ان ذا نورث، مالها في الشمال؟ قال لي يا مستر كونسنتريتد، الاجابه طبعا نختار كونسنتريت، كونسنتريت بتجي فعل بتجي صفه، كونسنتريتد بمعنى متمركز او متجمع، مش هقول بقى ان الصناعه بتركز في الشمال، لا متمركزه في الشمال، متجمعه، عايز اقول مثلا زي في الصين كده تلاقي اقليم هونج كونج ده هو اللي بيبقى فيه كل المصنوعات، يعني تلاقي اغلب المصانع بتفتح هناك، عايز اقول ان الصناعه هناك متمركزه في المكان ده، يعني اغلبها تلاقي هناك. 34 particular، particular بتجي بمعنى خاص او محدد او مخصص او دقيق او معين. طب الجمله الادفانس بيقول لي ذا يونج اكترس، الممثله الشابه، از فيري ايه اباوت هير كلوزز، عن ملابسها، اند تشوز بتختار انضف حاجه. فهنا particular اباوت هير كلوز، يعني ايه بقى particular دي يا مستر؟ قال لي particular بتجي طبعا هنا بمعنى خاص او محدد او مخصص. طب انا ازاي اقول الممثله مخصصه؟ لا هنا بتجي بمعنى شديد الحرص على، بقول هي بتحرص جدا جدا على لبسها، يعني بتختاره بعنايه، فاسمها بارتيكولار. 35 كلير، كلير بتجي طبعا معنى الطبيعي بمعنى واضح او جلي، جلي يعني باين، يعني الحاجه باينه قوي. طب المعنى يا مستر اللي مش ما نعرفوش او كتير منا ما يعرفوش، قول ذا باد يونج مان، كل الناس السيئه للاسف الشباب السيء، نوت اوف وين ذي هيرد، لما سمعوا ذا بوليس سايرن، يعني الجماعه اللي واقفين يخانقوا دول اللي عاملين نفسهم فتوات، اول ما سمعوا سيرنت البوليس عملوا ايه؟ اسمها مستر كلير اوف. يعني بقى كلير اوف التعبير ده؟ التعبير ده كلير اوف بمعنى يزول او ينقشع او يغادر او اختفى ومجرد ما سمعوا السرين، يبقى بتجد معنى يزول او ينقشع او يغادر او يختفي. احفظوا التعبير ده عشان ثانويه عامه قبل كده، كلير اوف، بس هو صراحه كان في المنهج القديم، بس نعرفه برضو عشان يونت 5 كان فيها موضوع حروف الجر ده، فمهم جامد. يعني كلير اوف بمعنى يختفي، حاجه اختفت انقشعت، يعني انقشع يعني راح زال. 36 كلمة ريزون، ريزون احنا كلنا حافظينها بمعنى سبب او مبرر، وعارفين ان بتاخد حرف الجر فور لو جه بعديها اي ان جي او اسم، او ريزون واي لو جه بعديها جملة.
لكن المعنى الثاني قال لي humans البشر believe that بيعتقدوا ان they are the only creatures ان هم المخلوقات الوحيده to have the power of انهم عندهم قوه ايه؟ قوه الريزون. طب ما هي كوز هي ريزون، الاثنين بمعنى سبب، بس الفرق في حروف الجر ان كوز اوف لك ريزون فور. طب ما هو هنا ما فيش لا حروف جر ولا غيره، امال هنا بقى ريزون جايب معنى ايه؟ قال لي يا مستر ريزون بتجي بمعنى العقل، يعني بتساوي مايند او الفكر بمعنى اللي هو ثوت. يبقى انا يا مستر لازم اخلي بالي ان ذا باور اوف ريزون اللي هي قوه العقل، ان احنا الحمد لله ربنا اكرم البشر ان احنا عندنا قوه العقل، احنا عندنا عقل وعندنا تفكير، فاسمها ذا باور اوف ريزون. يبقى ريزون بتجي بمعنى سبب، وكمان بتجي بمعنى عقل او تفكير. 37 رياكشن، رياكشن بتجي بمعنى رده فعل او استجابه اللي هي من كلمه رياكت. طب المعنى يا مستر اللي احنا ما نعرفوش، بيقول لي فيول سيلز اللي هي الخلايا بتاعت الوقود بروفايد بتوفر الكتريسيتي الكهرباء جنريتد اللي بيتم توليده باي كيميكال، كيميكال يعني كيميائي ايه؟ بتوين هيدروجين، ما بين الهيدروجين والاكسجين. يا مستر هنا اخترنا رياكشن، طب هنا يعني ايه بقى رد فعل كيميائي او استجابه كيميائيه؟ لا رياكشن بتجي بمعنى تفاعل كيميائي. يبقى خلي بالي ان كلمه كيميكال رياكشن على بعضها تفاعل كيميائي، ورياكشن لوحدها بنستخدمها في الكيمياء بمعنى تفاعل. 38 كلمة فراون برضو من الكلمات الأساسية والمهمة جدا من ثانوية عامة على طول. فراون بتجي بمعنى يعبس، يعني يعبس يعني يكشر، يعني يقطب جبينه أو يتجهم أو يكشر. لما أقول الشخص ده على طول مكشر فاسمه فراون بمعنى يكشر. طب المعنى الغريب on my first day أول يوم ليا at the office في المكتب my colleagues زمايلي في الشغل told me أخبروني that personal phone calls إن المكالمات التليفونية الشخصية are not at work. يعني أبقى المكالمات مثلا مكشرة مثلا ولا عابسة؟ لا يا مستر، كلمة فراون بتاجي بمعنى يعتقد أن شخص أو شيء سيء، إن هم شايفين المكالمات دي حاجة سيئة، يعني إن الواحد يقعد يتصارع في شغله بمكالمات شخصية. فهنا بتجي فراون بتجي بمعنى يعتقد أن شخص أو شيء سيء، يعني تجي مع الأشخاص وتجي مع الأشياء بمعنى إن أنا شايف إن الحاجة دي وحشة أو شايف إن الشخص ده وحش. 39 كلمة كواليتي، كواليتي بتجي بمعنى صفة أو جودة أو نوعية أو خاصية، ده المعنى الحرفي. طب المعنى الثاني ماي انكل از كين اون سبيندينج انف، عمي يعني بيحب جدا انه يقضي انف ايه تايم وذ هيز تشيلدرن مع عياله افري دي كل يوم، اسمها كواليتي تايم. انا بقى كواليتي تايم يا مستر، كواليتي تايم بتجي بمعنى وقت الاستمتاع او وقت للترفيه او وقت مميز او وقت ممتع. يبقى التعبير كواليتي تايم عايز اقول الوقت اللي انا بدلع فيه نفسي اسمه كواليتي تايم. نمبر 40 كلمه كاتش، كاتش بتجي بمعنى يلحق او يمسك او يلتقط بمعنى الحرفي. طب المعنى اللي احنا ما نعرفوش، بيقول لي I didn't want to get، انا مش عايز get ايه up in endless arguments، في جدال مش هيخلص about this subject. يعني مثلا زي جدالات الكورة، كل واحد عنده اعتقاداته مهما تتكلم على اللي قدامك هو مش هيقتنع، يعني هو في دماغه حاجات تانية خالص. فهي تعبير اسمه get caught up او get caught up in بمعنى يتورط فيه. بقول انا ما بحبش ادخل نفسي في حاجات جدال مش هيخلص، فاسمها جيت كوت اب ان، يبقى كاتش اب ان ده بمعنى يتورط فيه. بس طبعا يعني هنا مبنيه المجهول عشان خاطر انا لو بتورط حد بيورطني، يعني مش بورط حد. 41 كلمه تيرن بتجي بمعنى يستدير او ينعطف او استداره او التفاته. اقول لك التيرن الجاي يعني الحوده الجايه يعني او الانعطاف الجاي وينعطف. وي ارينج تو ميت ات 7:30، احنا هنتقابل الساعة 7:30، but ماي نيفر، ولكن ماي عمرها نقط اب سينج شي ووز بيزي، انها دايما كانت مشغولة. فهنا مستر تيرن تيرن اب، طب تيرن دي هنا يعني ايه حودت مثلا وقالت انها مشغولة؟ لا تيرن اب بتجي بمعنى يحضر او يظهر، بقول ماي عمرها ما حضرت او عمرها ما ظهرت، يبقى تيرن اب تعبير بمعنى يحضر او يظهر، ودايما بتقول انها مشغولة. 42 كلمة اوردر، اوردر كلنا حافظينها بمعنى يأمر أو يحكم أو يطلب أو أمر أو طلب. Since her husband traveled abroad، من ساعة جوزها مسافر بره. Mary has had trouble، كان عندها مشاكل keeping her teenage sons، إنها تخلي عيالها المراهقين in not in order. طب يعني بقى in order دي؟ قال لي اوردر يا مستر بتجي كمان غير إنها بتجي بمعنى أمر أو طلب، بتجي بمعنى منظم او متبع للقواعد، وبتجي على فكره بمعنى ترتيب او مرتب او ترتيب. يبقى كلمه اوردر بتجي بمعنى منظم، يعني بقول بتبقى يعني جوزها مسافر بره ما بتبقاش عارفه تحافظ على عيالها ان هم يكونوا منظمين او متبعين لقواعد، يسمعوا الكلام او مرتب، وكمان بتجي بمعنى ترتيب. كنا واخدين اللي هو الالفابيتيكال اوردر في ابتدائي اللي هو يقول لك الترتيب الابجدي. اكسبريس بمعنى يبدي او يوضح او يبين او يفصح. اكسبريس يور اوبينيون يعني عبر عن رايك يعني. فيبدي ده المعنى الحرفي. طيب يا مستر بقى المعنى هنا، قال لي ذا دراي كلينرز اللي هو التنظيف الجاف، يعني المنظفين جاف ات اور نيبر هود، في المنطقه عندنا افتر انورمال
after a normal or not service. اكسبريس سيرفيس يا مستر بمعنى هنعرفها كمان شويه. على فكره هنا في فعل ناقص، المفروض ان هم عملوا حاجه افتر انورمال ايه سيرفيس، معلش عفوا. هنا اكسبريس بمعنى سريع، او اسمها خدمات الاكسبريس بمعنى الخدمات السريعه، فهي اكسبريس يا مستر بتاجي المعنى المختلف بمعنى سريع، او هو في حتى الكلمه نفسها اتاخدت بالعربي اتعربت، يعني اللي هقول على الحاجه لما اقول ده قطر اكسبريس يعني قطر سريع يعني. ذا سكول ووز فاوندد، المدرسه اسست، دي فكره ثانيه لكلمه اكسبريس او معنى ثاني. المدرسه اسست وذ نوت بيربز، غرض ايه اوف تيتشنج دي في تشيلدرن، احنا نعلم الاطفال اللي عندهم اللي عندهم صمم ربنا يعافيه، اللي عندهم مشاكل في الودان يعني. فيعني ايه اكسبريس بيربز يا مستر؟ قال لي اكسبريس بيربز هنا بمعنى صريح او ضمني، فبقول اللي عندهم الهدف صريح او هدف ضمني، يعني ايه ضمني؟ يعني داخلي يعني. يبقى اكسبريس المعنى الحرفي اللي هو يبدي او يوضح او يبين او يفصح، لكن بتجي بمعنى سريع، وبتجي يا مستر بمعنى صريح او ضمني. 44 كلمه تاسك، تاسك كلنا حافظينها بمعنى مهمه او ماموريه او واجب. طب المعنى المختلف، قال لي سامي ووز تيكن تو، سامي اخذ الايه فور نوت فينيشنج، لانه ما خلصش هيز ريبورتس التقارير ان تايم، يعني ووز تيكن تو تاسك يعني اخذ للمهمه يعني. لا قال لي مستر بي تيكن تو تاسك، التعبير ده بمعنى يتعرض للوم او التوبيخ، يعني تعرض للوم، لموه جدا او وبخوه يعني شتموه يعني او اهانوه. يبقى بي تيكن تو تاسك التعبير ده بمعنى يتعرض للوم او التوبيخ. 45 كلمه ايرور، ايرور كلنا حافظينه بمعنى خطا او خطيئه او زله او ذنب. طب يا مستر المعنى الغريب، قال لي I learned most of what I know، أنا اتعلمت معظم اللي أنا أعرفه about gardening، عن زراعة الجناين أو البستنة، through من خلال trial اللي هي المحاولة and error، يعني بقى trial and error التعبير ده على بعضه بمعنى التجربة والخطأ، يعني الواحد بيتعلم من أخطاء. يعني دايما أقول أفضل حاجة تفرق معاك في حياتك إن أنت ما تخافش. هتخاف من إيه يعني؟ أنا أحل عادي خالص، والله اللي حليته صح حليته، اللي ما حلتوش صح هتعلم منه. كل تجربة في حياتنا بنتعلم منها، زي الثانوية العامة دي من أكتر التجارب اللي هتفرق معاك جدا في حياتك. فتعلم من أخطائك، مفيش مشكلة، مفيش حد فينا ما بيغلطش يعني. تعلم من الأخطاء اللي أنت عملتها، وبعد كده بقى ما تحاولش تقع فيها تاني، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني ممكن المؤمن يلدغ، أي حد فينا ممكن يغلط، مفيش حد كبير على الغلط يعني. ولكن الفكرة فكرة إن أنا بقى ما أغلطش نفس الغلطة تاني، يعني ما أبقاش غلطان وعارف إن أنا غلطان وأرجع أكرر نفس الكلام تاني. فاسمها ترايل أند إيرور، تعبير بمعنى التجربة والخطأ. 46 كلمة specific، specific طبعا بتساوي زي certain كده بمعنى خاص أو تخصيص أو محدد أو معين أو مميز. قال لي some kinds، بعض الأنواع of diseases من الأمراض are not، ليست إيه to animals للحيوانات، it can be passed on to humans، ممكن تنتقل للبشر. قال لي specific، specific هنا جايب معنى إيه بقى مستر؟ جايب معنى مقتصر على، فعايز أقول لك إن بعض أنواع الأمراض مش مقتصر بس على الحيوانات، لا ده ممكن يتنقل للبشر عادي خالص. 47 كلمة انستول، برضه من الكلمات الأساسية والمهمة، بمعنى يركب، زي مثلا يركب تكييف، يركب جهاز، أو يثبت للبرامج والحاجات دي كلها، أو يقيم، أو يقيم عفوا. قال يا مستر هنا بقى المعاني المختلفة. قال لي ذا نيو مينستر، الوزير الجديد أوف ايكونومي بتاع الاقتصاد، هاز نوت أ كابل أوف أكاديميكس، زوجين من الاكاديميكس الحاجات الأكاديمية، أز هيز أدفايزرز، يعني جاب اتنين كده أكاديميين يعني مثلا دكاترة الجامعة ولا حاجة كمستشارين ليه. هنا انستول، طب انستول هنا جايب معنى ايه بقى يا مستر؟ يعني ايه بقى مثلا ثبت اثنين اكاديميين يعني كمستشارين؟ لا ده هنا مستر بمعنى ينصب، يعني ايه ينصب؟ يعني يديهم منصب، او يعين يعني يعينهم يعني يوظفهم، او يضع شخص في منصب يعني. يبقى كلمه انستول بتجي بمعنى يثبت البرامج والحاجات دي كلها والاجهزه، وبتجي كمان مع البشر بمعنى يحط شخص في منصب مهم. طب برضه جمله كمان بمعنى مختلف، ديو تو ذا ايكونوميك كرايسيس، بسبب الازمه الاقتصاديه اللي الناس عايشه فيها، موست نيو فلاتس، معظم الشقق الجديده اند هاوسز والبيوت ار سولد، بتتباع باي بواسطه انستولمنت، اللي جايه من كلمه انستول. يعني ايه بقى يا مستر تتباع بالتثبيت ولا بالتركيب؟ برضه مش ماشيه خالص. لا عايزك تعرفي ان باي انستولمنت التعبير ده بمعنى بالتقسيط، يعني ايه بالتقسيط يا مستر؟ انه دلوقتي اغلب حتى على التلفزيون يقول لك البيع دايما بالايه؟ بالتقسيط، عشان هو الناس ما عادش تدفع كاش مره واحده. 48 ديكلاين، ديكلاين بتجي بمعنى ينخفض بشده او ينهار او انحدار، ده المعنى اللي احنا حافظينه. المعنى المختلف، ماي فريند صاحبي نوت ماي انفيتيشن، دعوتي تو جوين اور نيو بوك كلوب، ان احنا ننضم لنادي الكتاب الجديد، از هي ازنت كين اون ريدنج، لان هو مش مهتم بالقراءه، ما بيحبش القراءه اساسا.
فهنا اختار ديكلاين. يعني بقى صاحبي انخفض او انهار او انحدر، لا ديكلاين بتجي كمان بمعنى يرفض. يبقى المعنى المختلف اللي انا لازم اعرفه ان ديكلاين ممكن تجي بمعنى يرفض زيها زي ريفيوز. 49 كلمه سكرين، سكرين كلنا حافظينها بمعنى شاشه. قال لي مستر معنى مختلف. ذا بزنس الشغل ده او الشركه اللي هو عاملها وش جاست كانت مجرد اناط فور ذا كريمنالز دراج ديلينج اكتيفيتيز، الانشطه اللي هو تعامل المخدرات ده وتجاره المخدرات الاجرامي كانت سكرين بالنسبه له. سكرين هنا جايب معنى ايه بقى يا مستر؟ بمعنى ستار او ستر، زي ما قلت كده واخدها كستاره بيغطي وراها تجاره المخدرات، يعني عامل المحل ده عشان لما يروح يحط فلوس في البنك والله ده مكسب المحل، هو بيغطي على تجاره المخدرات، فبنحتاج معنى ستار او ستر او برافان او غطاء. 50 ديفينيشن، كلمه ديفينيشن بتجي بمعنى تعريف او توضيح او تحديد. ده المعنى اللي احنا عارفينه. طب المعنى الثاني تكنولوجي، تكنولوجيز التكنولوجيات ساتش از هاي، زي الهاي ايه تلفزيون، التلفزيونات ذات الايه العاليه، هيلب مور بيبل، بتساعد الناس انجوي فيلم، تستمتع بالافلام اند ماتشز والمباريات. قال لي يا مستر اسمها هاي ديفينيشن، حتى انت تلاقوا دايما في الفيديوهات مكتوب اتش دي، ما اتش دي اللي اختصار هاي ديفينيشن، تلاقيها دايما في الشاشات يقول لك اتش دي. يعني بقى مستر اتش دي دي بقى الاتش اللي هي هاي؟ طب ديفينيشن بمعنى تعريف. قال لي جاب هنا تعريف، لا ده الديفينيشن بتجي بمعنى حده الوضوح، عايز اقول الشاشه دي الوضوح فيها عالي جدا، او مواصفات قياسيه او وضوحيه، المواصفات القياسيه بتاعتها عاليه، يبقى ديفينيشن بتجي مع الشاشات والتلفزيونات والحاجات دي كلها بمعنى ان الشاشه على اعلى مستوى. 51 تريد، تريد قلنا بمعنى يعامل او يعالج. نشوفها هنا بمعنى مختلف. قال لي اون هير لاست بيرث دي، في عيد ميلادها اللي فات، وي نوت اور ماذر تو دينر للعشاء ات ا فيموس ريستورانت. يا مستر يعني ايه احنا عاملنا جدتنا على العشاء في مطعم مشهور او احنا عالجناها ازاي يعني؟ لا تريت يا مستر بتجي بمعنى يفعل او يشتري شيئا مميزا ليسعد شخص ما. يبقى هنا تريت اور ماذر تو دينر بمعنى عملنا لها حاجه مميزه عشان خاطرها لنسعدها. يبقى تريت بتجي بمعنى يفعل او يشتري شيئا مميزا ليسعد شخص ما. غير انها بتجي بمعنى يعالج كمان كيميائيا ما ننساهاش. كوتش، كوتش بتجي بمعنى عربه، كلنا حافظينها كوتش اللي عربه. تو بروتكت ذا هيستوريك سايت، عشان نحمي الموقع التاريخي، ذا اوثورتيز السلطات ليميتد ذا نمبر، بتقلل عدد ايه؟ ويتش كاري تورستس، التي تحمل السياح ذير لهناك. يعني تحمل بتقلل عدد العربات. لا هنا خلي بالك ان كلمه كوتش دي، خلي بالك كوتش دي كنا بنستخدمها دايما العربيات بتاعت الخيول بتاع زمان اللي حولها حناطير. لا ده كمان كوتش دلوقتي اتنقلت بقى بيستخدموها بمعنى اتوبيس مريح لنقل الناس او مركبه، يعني كمان بتجي بمعنى العربيات عادي خالص بقى اللي هي المركبات العاديه اللي احنا بنستخدمها او كمان الحاجات المريحه كمان. 53 كلمه كاركتر، كلنا حافظين كاركتر بمعنى شخصيه او شخص. ودايما الفرق ما بينها وبين بيرسوناليتي، بيرسوناليتي اللي هي طبيعه الشخصيه، لكن كاركتر ده شخصيه مثلا في الافلام والمسلسلات والروايات والحاجات دي كلها، او الشخصيه ككل. طب هنا بقى يا مستر نشوف المعنى المختلف. ذا فارمرز الفلاحين كومبلين ذات، بيشتكوا ان ذا نيو فاكتورز المصانع الجديده كانت تشينج، ممكن تغير ذا نوت اوف ذا اريا بتاع المنطقه اراوند ذيم. هتغير ايه يا مستر؟ الكاركتر، يعني هتغير الشخصيه بتاع المنطقه اللي حواليهم. لا كاركتر هنا بتجي بمعنى طبيعه او ما تتميز به منطقه او طابع مميز. هتغير طبيعه المنطقه، هتغير الطابع المميز في المنطقه، هتغير اللي بيتميز به المنطقه. 54 determination، determination بتجي بمعنى عزيمه او اصرار او تصميم. ده المعنى الحرفي. طب المعنى المختلف، قال لي this heart sensor، عفوا heat مش heart. This heat sensor اللي هو حساس الحراره ده works well، بيشتغل كويس according to accurate، وفقا للاكيوريت يعني دقيق ايه؟ of the temperature بتاع درجه الحراره. determination يعني ايه بقى العزيمه الدقيقه للحراره ولا اصرار ولا تصميم؟ معنى برضه مش واضح، هنعرف كمان شويه جايب معنى. طب خد الجمله دي كمان. The court المحكمه is expected متوقع to make a final، ان هم ياخدوا final ايه؟ on my case في قضيتي by the end of the month، على نهايه الشهر هياخدوا determination. برضه المحكمه هتاخد ايه؟ نهائي لقضيتي، يعني ايه تصميم او عزيمه؟ لا determination بتجي بمعنى تحديد رقم او قدر شيء او قرار او امر. طبعا هنا جايب معنى قرار او امر، وفوق يا مستر جايب معنى رقم او قدر شيء، يعني قدر دقيق او رقم دقيق لدرجه الحراره. يعني 55 كلمه attach، attach attach بمعنى يرفق او يربط او يتبع، ده المعنى الحرفي. طب يا مستر المعنى المختلف، قال لي وي وير ساد، احنا كنا حزانه تو سيل اور جراند فازرز كانتري هاوس، احنا بعنا بيت جدنا اللي كان في الريف.
as we have grown very لان احنا نمينا very ايه to it لان احنا نمينا attached. attached دي ممكن الناس الشاطرين يختاروها لانها بمعنى مرتبط يعني، بس هو المشكله كلها انه هيتلخبطوا مع related. طب هنا ليه اخترت attached وما اخترتش related؟ هنوضح دلوقتي. most children معظم الاطفال are very ايه to their grandparents، بيكونوا ايه لاجدادهم who are very kind to them. دايما يقول لك الجد يعني العيال دايما يحبوا اجدادهم قوي عشان اجدادهم بيبقى مدلعينهم قوي ويكونوا عاطفين عليهم، فبيكونوا اتاتشد برضه مرتبطين. طب ليه ما اخترتش ريليتد؟ قال لي لان اتاتش بتجد معنى مرتبط عاطفيا، يبقى الجانب العاطفي اتاتش، لكن ريليت ده مرتبط ارتباط مادي او متعلق به. 56 سيرموني. سيرموني بتجد معنى احتفال او شعيره او طقس اللي هو جمعها طقوس، ما احسن حد يفتكر الطقس اللي هو كلايمت، لا ده الطقس اللي هو جمعها طقوس يعني زي الطقوس الدينيه او حفل رسمي. طب المعنى الغريب؟ قال لي وذاوت بدون ايه؟ ذا وومن المراه سلامد يعني رزعت يعني ذا دور شط قفلت الباب كده بعنف اللي شد خبطت الباب قوي ان ماي فيس في وشي. يعني بقى وذاوت سيرموني؟ التعبير ده غريب شويه علينا وجديد. قال لي وذاوت سيرموني ده تعبير بمعنى بطريقه غير مؤدبه. يبقى وذاوت سيرموني لانه انت تلاقي كله معناه احتفال. بس لا ده مستر تعبير بمعنى بطريقه غير مؤدبه وذاوت سيرموني. 57 ديجري. ديجري كلنا حافظينها بمعنى درجة علمية أو مؤهل دراسي أو درجة، لكن جريد قلنا اللي هي التقدير، التقدير اللي هو أنا جايب جيد جدا جايب امتياز كده. ذا ستورم العاصفة بيكيم أصبحت سترونجر أقوى باي نقط أنتل ذا رين لحد المطر ووز بورنج داون لحد المطر ما انهمر. ديجريز يعني بقى يا مستر والله باي ديجريز التعبير ده، قال لي بمعنى تدريجيا. خلي بالك عشان ده تعبير حلو قوي. يبقى باي ديجريز معنى تدريجيا او شيئا فشيئا او قليلا قليلا او مرحليا، يعني الرياح فضلت تشد اكتر فاكتر لحد ما بدا ايه المطر ينزل. 58 كلمه جراجويت. جراجويت بتجي فعل بمعنى يتخرج وبتجي اسم بمعنى خريج. خلي بالك في حروف الجر بتاعها قوي. جراجويت ده عشان فيها لعبه، جراجويت لو جت فعل بتاخد مع الجامعات والكليات فروم، اقول اي هاف جراجويتد فروم بني سويف يونيفرستي. لكن يا مستر لو جت اسم تاخد حرف الجر اوف، يعني لو قال لك ايام ا لو حط الا على طول قبل جراجويت تختار اوف، ايام ا جراجويت اوف مثلا والله فاكولتي اوف ارتس او بني سويف يونيفرستي مثلا. ماي نيفيو يعني ابن اخويا هاز نقط فروم بيبي فود طعام بتاع الاطفال تو سوليد فود للطعام بقى اللي هو الصلب، يعني بدل ما كان ياكل بقى حاجات لينه بقى بدا ياكل حاجات صلبه يعني اكل اللي زي اكلنا يعني. فهنا نختار جراجويت يعني ايه بقى ابن اخويا تخرج يعني هنتخرج من الاكل الاطفال الرضع لاكل لا جراجويت بمعنى يتدرج من شيء الى شيء اقوى او افضل او يرتقي او يصعد. يبقى جراجويت عايز اقول ابن اخويا بدا يتدرج يعني كل شويه يزودوا له في الاكل شويه يعملوا له الاكل بدل ما الاول خالص كان بيبقى لازم يكون حاجه معموله في الخلاط مضروبه في الخلاط مثلا تبقى طريه خالص لا يبتدوا يعملوها شويه وهكذا. 959 كلمة كانديديت. كانديديت تجيب معنى مرشح أو مترشح. الجملة الغريبة قال لي unfortunately لسوء الحظ دكتورز الأطباء سي ذات بيقولوا إنه ماي فاذر والدي إز أن أوبفيس أبويا أوبفيس يعني واضح إيه فور أ هارت أتاك. طب ده كانديديت دي معنى مرشح يعني أبويا مرشح لأزمة قلبية. قال لي كانديديت بتجيب معنى عرضة أو مرشح للإصابة بمرض، كمان بتجي غير إنها بتجي بقى المرشح لمنصب مرشح لوظيفة، لا دي كمان بتجي بمعنى مرشح للإصابة بمرض أو مرشح لجائزة، الاثنين يعني ممكن لجائزة ممكن الأمراض، غير إنها بقى مرشح لوظيفة أو مرشح لمنصب. 60 كلمة كومباني. كومباني إحنا كلنا حافظينها بمعنى شركة. بس هنا بقى جملة ثانية بيقول لي ذا ميوزيوم مانجر مدير المتحف إز إكسبكتنج متوقع لارج إيه this week هذا الاسبوع after reopening بعد الافتتاح the mummy room بعد افتتاح حجره المومياوات. فهنا company يعني بقى لارج company. قال لي مستر كلمه company بتجيب معنى صحبه او رفقه او زائرين. فبقول مدير الميوزيوم المتحف بيتوقع ان هيبقى فيه زائرين عدد زائرين كبيره هذا الاسبوع يعني، وكمان خلي بالك بتجيب معنى صحبه او رفقه company. اقول لك you should choose أبيك بتاع ده عفوا a good company لازم تختار صحبه جيده يعني. ديبارتمنت كلنا حافظينها بمعنى قسم او شعبه او اداره زي مثلا انجلش ديبارتمنت قسم اللغه الانجليزيه. طب شوف الجمله دي بقى according to the American Constitution وفقا ل الدستور الامريكي the not of foreign affairs اللي هو المفروض ان هي وزاره الخارجيه foreign affairs يعني لو وزاره الخارجيه يعني is responsible for dealing هي المسؤوله عن التعامل with world political problems وعن المشاكل السياسيه العالميه. فهنا نختار department. طب department احنا حافظينها بمعنى قسم، لا عايزك تعرف لي بقى ان department بتجي بمعنى وزاره.
وبتستخدم بشكل كبير في امريكا، بالذات في امريكا. يعني امريكا اكتر ناس، طبعا احنا كلمه وزاره يعني مينستري، بس في امريكا بيستخدموا كلمه ديبارتمنت بشكل اكتر بمعنى وزاره. 62 كلمه بيز، بيز بتجي بمعنى اساس او قاعده، وبتجي فعل بمعنى يعتمد على او يؤسس على، ده المعنى اللي احنا عارفينه. طب يا مستر بقى المعنى الثاني، ذا كمباني الشركه هاز اتس نوت ان كايرو في القاهره اند برانش والفرع اوفيسز مكاتب الفروع اول اوفر ايجيبت في كل انحاء مصر. هنا بيز، بيز هنا مستر بتجي بمعنى مركز رئيسي للشركه او مؤسسه، فعايز اقول المركز الرئيسي للشركه في القاهره ولكن ليها فروع في كل انحاء مصر. يبقى بيز بتجي بمعنى اساس او قاعده او مقر رئيسي او مركز رئيسي. 63 نيرسينج بمعنى التمريض، كلنا حافظين نيرسينج التمريض. طب شوف الجمله دي، قال لي افتر ا بيريود اوف كير، بعد فتره من الاهتمام ات هوم في البيت، ذا اولد وومن المراه العجوزه واز فيرست ادميتد تو هوسبيتال، اول مره تروح المستشفى، ذن بعد ذلك تو ذا نوت هوم، عملت ايه بقى للهوم؟ اسمه ايه يا مستر؟ اسمها نيرسينج هوم. نيرسينج هوم ده تعبير يا مستر معناه بيت او دار لرعايه المسنين، يعني ربنا عافينا الاول خالص يا مستر بعد ما كانوا بيهتموا بيها في البيت، شويه للاسف الناس القريبين دول مش عندهم انتماء للاسر، شويه دخلوها مستشفى، وبعد طلعت من المستشفى راحوا محولينها لبيت المسنين، فاسمه نيرسينج هوم. 64 بروفايل، بروفايل برضه من الكلمات الرئيسيه بمعنى الملف الشخصي او الصوره الجانبيه. ذا ديل، الاتفاق وذ ذا فيموس امريكان كومباني، مع الشركه الامريكيه المشهوره، ويل سيرتيلي بالتاكيد ريز، ريز يعني هيرفع اور كومبانيز انترناشونال بروفايل. طب هنا بروفايل يعني ايه اللي جابه بقى؟ يعني ايه الملف الشخصي الدولي بتاعنا ولا الصوره الجانبيه؟ نشوف طب الجمله دي. قال لي افتر هيز اتشيفمنتس، بعد انجازاته ان ليفربول، في ليفربول محمد صلاح هاز هاي نوت ان بريتن، عنده يعني ايه بقى عنده ملف شخصي عالي جدا في بريطانيا او صوره جانبيه؟ لا خلي بالك ان كلمه بروفايل تجي بمعنى صوره او نظره لشخص او مؤسسه، يعني صورته حسن صورته جامد او نظره الناس ليه او المؤسسات ليه. نفس الموضوع في الجمله اللي فوق، ان هتزود الصوره بتاعت الشركه بتاعتنا في العالم. 65 كلمه تاسك، تاسك بتجي بمعنى مهمه او ماموريه او عمل مكلف به، ده اللي احنا حافظينه. قال لي ذا لوكال نيوز بيبر، الجريده المحليه، هاز بين توكينج تيكينج مينستر تو، هتاخد الوزير الى تو نقط اوفر ذا تيربل ترين اكسيدنت، هتاخده تو تاسك. يعني بقى يا مستر تيك مينستر تو تاسك، تاسك هنا بمعنى ينتقد بشكل كبير، يبقى تيك مينستر تو تاسك اوفر، تاسك اوفر ذا تيربل ترين بمعنى ينتقد بشكل كبير، يعني دي معنى ما هيجيش في دماغ حد خالص، وكتير جدا هيقول لك طب ده كل ده اسماء، انا هختار ازاي بعد تو اسمي؟ لا، تاسك بتجي فعل بمعنى ينتقد بشكل كبير او يثقل على او يرهق، ان هم ارهقوا الوزير بسبب الحادثه الفظيعه بتاع القطر. 66 اكسبنس بمعنى تكلفه او مصاريف او نفقه، الاكسبنسز النفقات بتاع البيت مثلا. طب نشوف هنا الجمله دي، ذا ريتش مان بيلت اب ذا بزنس، بنى البيزنس بتاعه ات ذا نوت اوف هيز هيلث، ات ذا اكسبنس اوف هيز هيلث. هنشوف التعبير ده معناه ايه. شوف برضه دي، كارز شودنت بي بروديوسد، يا مستر عربيات ما ينفعش يتم انتاجها كويكلي بسرعه، ات ذا نوت اوف سيفتي، على الاكسبنس اوف سيفتي، سيفتي اللي هو الامان. التعبير بقى ات ذا اكسبنس اوف، يا مستر تعبير مهم قوي وعلى فكره مهم موجود في المنهج، بمعنى على حساب او مسببا ضررا ليه، يعني بقول ما ينفعش الراجل ده بنى ثروته على حساب صحته، وهنا ما ينفعش نهتم بالسرعه على حساب الامان. 67 كلمه ايفنت بمعنى حدث هام او مناسبه، ايفنت بمعنى حدث هام او مناسبه. بيقول اي مايت جو هوم نيكست مانث، انا يمكن اروح البيت الشهر الجاي، بات ان اني اي اي ويل بي هوم فور كريسماس، ولكن انا في الكريسماس اللي هو عيد الميلاد يعني هكون في كده كده في البيت. يعني بقى مستر ان اني ايفنت، كتير جدا ممكن يروح يختار بقى اكسيدنت او يختار انسيدنت، ليه انا اخترت التعبير ده ان اني ايفنت يا جماعه؟ بمعنى مهما يحدث، انا بقول انا مهما حصل في العيد كده كده نازل، يعني انا ممكن انزل الشهر ده بس كده في العيد نازل يعني، او على اي حال او اي مكان، يبقى التعبير ده مهم برضه نعرفه. 68 ديمونستريت، ديمونستريت يعني يوضح او يبين او يظهر او يبرهن او يعرض، ده المعنى الحرفي. مليونز اوف بيبل، ملايين الناس، هاف نوت اجينست ذا وور، ضد الحرب ان غزه، ان ميني يوروبيان كابيتالز، الناس بتعمل ايه يا مستر في المدن الاوروبيه؟ قال لي ديمونستريت. طب ديمونستريت يعني ايه بقى؟ بتوضح او بتظهر؟ لا، هنا ديمونستريت بتجي بمعنى يتظاهر اللي هو يخرج في مظاهرات، يعني تلاقي في اوروبا كلها وامريكا والدول اللي هي بيسمح فيها بالمظاهرات، تلاقي هناك مظاهرات كبيره جدا مسانده لمين؟ مسانده لغزه يعني، وضد الاحتلال، يعني ربنا ينصر اهلنا في غزه يعني.
69 فاكتور بمعنى عامل او عنصر، ده اللي احنا عارفينه، اللي جاي منه فاكتوري مصنع. عامل ده اللي هو جماعه عوامل، خلي بالك مش جماعه عمال، لا عمال ده اللي هو وركرز، لكن ده عامل فاكتور عامل اللي هو جماعه عوامل اللي هي اسباب او عناصر. اكسبيرتس الخبراء سيدات بيقولوا ان الكمبيوتر سيستمز انظمه الكمبيوترات كان سبيد اب، ممكن تزود ادمنستريشن الاداره باي ان نوت اوف اباوت حوالي 4 اور 5 من 4 ل 5. يعني ايه بقى مستر باي فاكتور افاكتور اوف اباوت 4 اور 5؟ التعبير ده باي افاكتور اوف يا مستر بمعنى يصبح ذلك الرقم اكبر او اصغر بعدد مرات ابو معدل. يعني انا عايز اقول والله ان العدد ده هيزيد بمعدل 4 او 5 او هيتضاعف بمعدل 4 او 5 او هيصبح اكبر او اصغر بمعدل 4 او 5. 70 celebrate، celebrate بمعنى يحتفل او يقيم احتفالا. طب هنا يا مستر الجمله دي اي واتش ذا فيلم، اتفرجت على فيلم نقط ذا جريت افريكان ليدر، القائد الافريقي العظيم نيلسون مانديلا. هنا celebrating، يعني بقى celebrate يا مستر؟ celebrate هنا جايب معنى يثني على، يعني يثني على يعني يمدح او يحتفي به، يعني بنحتفي به يعني يعني بنجله كده او بنقدره او يمجد او يشيد به. 71 دايركشن، دايركشن بتجيب معنى اتجاه او وجهه. all the work، the work is كل الاعمال in the exhibition اللي في المعرض وير بورديو. ممكن حد يقول لي يا مستر ازاي work is هنا جامعه؟ لا ما هي work is طبعا هي اسم لا يعد لو جت بمعنى شغل، لكن لو جت بمعنى اعمال ادبيه او فنيه او هندسيه تتجمع عادي خالص تبقى اسم يعد يعني. فهنا بيتكلم عن اكسبيشن او المعرض. وير بروديوس تم انتاجها باي ذا ستودنتس بواسطه الطلبه اندر ذا نوت اوف زير تيتشر. تحت الايه يا مستر؟ تحت الدايركشن اوف زير تيتشر. ممكن تمشي بمعنى تحت توجيه المدرس، يعني دي ممكن الناس تجيبها يعني. طب شوف اللي بعديها. ذا سيلز ديبارتمنت قسم المبيعات ميد جريت بروجرس، عمل تقدم عظيم اندر اوف تحت ايه؟ ذا نيو مانجر. تحت ايه يا مستر؟ المدير الجديد. دايركشن، دايركشن هنا مستر اندر ذا دايركشن اوف، التعبير ده على بعضه. قال لي بمعنى تحت اشراف او تحت توجيه او تحت تعليمات. 72 ويزدم، كلنا حافظين ويزدم اللي هي الحكمه. طب شوف الجمله دي. قال لي ان ذير انفينيت ايه ذا كلب، النادي ادمنستريشن اداره النادي كلوز ذا سويمنج بول، قفلت حمام السباحه ات ذا بيزيست تايم اوف يير، في يعني في اقوى وقت زحمه راحت قافلين حمام السباحه. فهنا ويزدم، يعني ايه انذر انفينيت ويزدم؟ يعني هتشوف التعبير ده برضه هتلاقيه برضه نفس التعبير. انذر انفينيت ايه ذا يونيفرستي، جامعه ريفيوزد تو ادميت، اعترفت انها عفوا رفضت انها تعترف ذا يونج ماس جينيوس بيكوز يعني رفض انها تعترف بيه او تعينه يعني بيكوز هي از ستيل، لانه لسه ما زال عنده 16 سنه بس. فهنا ويزدم. التعبير ده بقى مستر مهم قوي، انذر انفينيت ويزدم ده تعبير معناها في حكمتهم اللانهائيه، عايز اقول دي يعني حكمتهم يعني الناس دي حكيمه على اخر مستوى يعني. بس خلي بالك ده تعبير ساخر للتعبير عن عدم الرضا عن قرار معين. انت عارف كده لما تقول تقول الواد ده ذكي يعني اخر حاجه، حد يكون عمل حاجه غبيه جدا فتقول تقول ده انت ذكائك يعني هو نفس السيره بالظبط. التعبير اسمه انذر انفينيت ويزدم. 73 employ، employ طبعا كلنا حافظين لك السنه اللي فاتت، employ يعني يعين او يوظف، اللي جاي منها employer اللي هو صاحب العمل او اللي بيعمل التوظيف، لكن الموظف اسمه employee. طب employ يعين او يوظف ده المعنى اللي حافظينه. طب شوف المعنى الثاني، the ministry of education وزاره التربيه والتعليم encourages teaching methods، بتشجع طرق التدريس ذات نقط كمبيوترز وكمبيوترات in innovative and useful ways، اللي بطريقه مبتكره ومفيده. employ هنا امبلوي يا مستر بتجيب معنى يوظف، يعني بقول الناس بقى بتشجع طرق التدريس اللي بتوظف او بتستخدم مواد في صنع شيء ما، وتستعين باللي بتستعين بالتكنولوجيا بالكمبيوتر او التكنولوجيا، او بتستعمل التكنولوجيا بطريقه مبتكره او بطريقه مفيده. 74 ريسيبي، ريسيبي يا مستر بتجيب معنى وصفه، وصفه اكل وصفه طعام، اللي هو مثلا خلي بالك الانجريدينتس دي المقادير، يعني اقول مثلا الاكله دي بتتكون من رز وبطاطس وما اعرفش كذا دي اسمها انجريدينتس، لكن الريسيبي دي الطريقه، طريقه العمل الاكل الوصفه بتاعتها. بس دي برضو مهمه عشان دي موجوده في المنهج بشكل مباشر، يعني الناس المفروض تبقى عارفه المعنى الثاني. اكسبيرتس الخبراء سيدات بيقولوا ان هارد ورك العمل الجاد اند بيشنس والصبر ار ذا بيست ايه فور كونتينوس سكسس للنجاح المستمر، طبعا هي الريسيبي للنجاح المستمر، العمل الجاد انك تكون بتشتغل بجديه، رقم اثنين تكون صبور ما تبقاش مستعجل. الريسيب يا مستر دي معنى وصفه للنجاح او التحسن او سبيل او طريق او وسيله، فبقول لك دي وصفه النجاح، لو انت عايز تبقى انسان ناجح لازم تشتغل بجديه لانه ربنا عادل.
يعني اوعى تفتكر الناس اللي بتغش والحاجات دي كلها انها هتنفع. لا والله، هو ممكن يجيب مجموع، ممكن يدخل على فكره كليه اعلى، ولكن هي الفكره فكره الدوام والاستمراريه، استمراريه النجاح. ما هو ممكن ينجح مره وخلاص، اه دخل كليه كبيره، طب وبعدين؟ هيفضل طول حياته فاشل، لان هو متعود على انه ياخد كل حاجه بسهوله. وهي الدنيا لا، اصل ربنا عادل، كل حاجه ليها ثمن. انت عايز تبقى حاجه كبيره لازم تدفع الثمن قصادها، اجتهاد وتعب وصبر. فريسي بتجد معنى وصفه للنجاح او التحسن او سبيل او طريق او وسيله. 75 كلمه ريتاير، قلنا يتقاعد او يعتزل الرياضه، دي قلناها من شويه. طب نشوف الجمله هنا عشان برضو جمله حلوه بفكره جديده. افتر دينر بعد العشاء ماي فاذر والدي لايكس تو نوت تو هيز ستادي فور ا كاب اوف كوفي ريتاير تو يا مستر. يعني بقى بيعتزل مثلا او يتقاعد لمكتبه اللي ياخد فنجان قهوه؟ لا، ريتاير بتجد معنى يجلس، يجلس بمفرده، معلش هي مكتوبه هنا بالحاء، معلش دي غلطه، يجلس بمفرده في مكان ما او يبتعد او ينعزل او ينفرد. فهو بيحب يعني يقعد لوحده كده في المكتب بعد الغداء يقعد يشرب فنجان قهوه. 76 كلمه كونتاكت 76. كونتاكت بتجد معنى يتواصل او اتصال، وقلنا الفرق ما بين كونتاكت وكوميونيكيت ان كوميونيكيت بتاخد حرف الجر ويز لو جت فعل، لكن كونتاكت ما بتاخدش حرف جر طول ما هي جايه فعل، لكن لو جت اسم خلي بالك تاخد حرف جر ويز زي كوميونيكيشن. يبقى كونتاكت لو جت فعل ما بتاخدش حرف جر، اقول اي كونتاكتد يو، انا على فكره اتصلت عليك. لكن اقول اي هاف ا كونتاكت ويز مثلا احمد، على فكره انا معايا اتصال باحمد يعني انا بتصل عليه دايما. فكونتاكت يتواصل او اتصال. طب شوف هنا بقى المعنى الغريب. ذا بزنس مان رجل الاعمال يوزد هيز استخدم هيز ايه تو جيت الون عشان يحصل على قرض فروم ذا بانك من البنك فور هيز نيو بروجكت لمشروعه الجديد. استخدم ايه يا مستر؟ كونتاكتس. هنا بقى كونتاكتس جاب معنى ايه؟ جاب معنى معارف، وجاب معنى اشخاص ذو اهميه او جهات الاتصال. انت تلاقي حتى في الموبايل عندك تلاقي مكتوب الكونتاكتس اللي هي جهات الاتصال، انت عامل الموبايل عندك بالانجلش اللي هي جهات الاتصال، وتجي كمان بمعنى عايز اقول استخدم معارفه، يعني استخدم الناس اللي يعرفه. 77 ريمين. ريمين بتجد معنى يبقى او يظل، وبتجد معنى بقايا او اطلال. اطلال اللي هي الحاجات اللي باقيه من البني ادمين او اللي باقيه من الكائنات او اللي باقيه من المباني وكده، يعني زي ما ناخدها في الشعر في العربي في الشعر الجاهلي كان يقول لك البكاء على اطلال. دكتورز الاطباء سي ذات بيقولوا ان ات نوت تو بي سين ان يورا ويزر ذا نيو فاكسين المصل الجديد والاند كوفيد 19 هينهينا كورونا بانديميك جائحه كورونا. فهنا ريمينز، يعني بقى الدكاتره بيقولوا انه ات ريمينز تو بي سين، يعني بقى يعني يبقى ان يورا، يعني يبقى ان يورا لو المصل الجديد هيعمل. قال يا مستر التعبير ده ات ريمينز تو بي سين ده تعبير بمعنى ليس مؤكدا، بتساوي ات از نوت شور او ات از نوت سيرتن. يبقى ات ريمينز تو بي سين التعبير ده معناه ليس مؤكدا، يعني بقول الدكاتره بيقولوا انه مش من الاكيد لو المصل الجديد ده هينهي على الكورونا. 78 ترانسليت بتجيب معنى يترجم، اللي جاي منها الترانسليشن الترجمه. طبعا خلي بالك الفرق ما بينها وبين انتربريت، انتربريت ده يترجم شفهيا، لكن ترانسليت ده يترجم نصوص حاجات مكتوبه والترجمه وانا بترجمها كتابه يعني. I hope that all our hard work، بتمنى ان كل شغلنا الجاد ده at the company في الشركه will not into good profits. ترانسليت يعني ايه شغلنا يترجم لجود بروفيتس لارباح كويسه؟ طب نشوف اللي بعده بقى كده اعرف المعنى. The production team فريق الانتاج نقط the architects سبيسيفيكيشنز التخصصات بتاعت المهندس المعماري انتو هاي كواليتي سيستمز الانظمه ذات جوده عاليه. ترانسليتس برضه. طب ترانسليت هنا جايب معنى ايه بقى يا مستر؟ قال لي بمعنى يتحول الى او يؤدي الى. فانا بقول والله ان شغلنا نفسي انه يؤدي الى ارباح كويس او يتحول الى او يعني يوصلنا ليه يعني. فانا بقول بقى ان فريق الانتاج حولوا التخصصات دي لانظمه ذات جوده عاليه. 79 كلمة لاند مارك، لاند مارك بتجد معنى معلم أو منار أو علامة أو حاجة من صنع البشر، حاجة مميزة يعني. لكن المعنى الغريب ذا فيلم، الفيلم ذات ووز شون اللي تم عرضه ات ذا فيستيفال في المهرجان از ان امبورتنت، هو امبورتنت ايه؟ ان ذا هيستوري اوف ذا سينما، في تاريخ السينما هو لاند مارك. طب يعني ايه معلم من صنع البشر في تاريخ السينما؟ هنعرف دلوقتي. طب شوف برضه الجملة دي، ذيس بوك هذا الكتاب هاز بيكام أصبح أناط ان ارت كريتيسيزم في النقد الأدبي او النقد الفني اند ريفرنس ومرجع تو يونج كريتكس للنقاد الشباب. اصبح لاند مارك. برضه لاند مارك هناك بمعنى ايه بقى مستر؟ قال لي بمعنى احد العلامات او الاعمال الهامه في مجال ما. فهي برضه بمعنى معلم، يعني عايز اقول انه اصبح احد العلامات المهمه في تاريخ السينما، او اصبح احد الاعمال المهمه في تاريخ السينما. نفس السيره برضه في الكتاب ده، اصبح احد الاعمال المهمه في النقد الفني. 80 هيريتيج، هيريتيج احنا كلنا حافظينها بمعنى تراث او ارث او ميراث. التراث مثلا زي التراث الثقافي والحاجات دي.
البي بي سي اللي هي بريتش برودكاستنج كوربوريشن، شركه البي بي سي يعني اللي بتاعت الاخبار، از وان اوف بريتنز موست امبورتنت اولدست، واحده من اقدم ايه المهمه في براندز، براندز اللي هي ماركات يعني بتاع في بريطانيا، هيريتيج يعني بقى تراث، ماركات التراث القديمه، لا هيريتيج بتجي بمعنى علامه تجاريه مشهوره وقديمه، يبقى هيريتيج بتجي بمعنى تراث وكمان بتجي بمعنى علامه تجاريه، اقول واحد من اهم العلامات التجاريه القديمه في بريطانيا. 81 unearth، unearth برضه من الكلمات مهمه قوي بمعنى ينقب، يعني ايه ينقب؟ يعني يطلع من تحت الارض او يفتش عن او يستخرج من باطن الارض او يخرج. طب شوف الجمله دي، ذا نيوز بيبر الجريده هاز نوت سم ديستربنج فاكتس، حقائق يعني بتضايق اباوت ذا وور عن الحرب. unearth يعني بقى unearth يا مستر، unearth بتجي بمعنى يكشف حقائق او معلومات او اسرار، بقول الجورنال او يعني تلاقي دلوقتي الاحتلال للاسف بيحارب اي حد بيحاول يكشف الحقائق، اي حد بيحاول يعمل unearth، لانه الحقائق طبعا بالنسبه لهم بيعملوا ازعاج لانه بيبين قد ايه ان هم مجرمين. فقال لي بقى دي مستر اسمها unearth بمعنى يكشف حقائق او معلومات او اسرار. 82 مونامنت، مونامنت بمعنى معلم او اثر تاريخي او نصب، نصب اللي هو نصب النصب اللي هو الحاجات اللي معموله من الاثار يعني. اثر دي اللي هو الاثار التاريخيه اللي هو المونامنت، الاثار زي اللي عندنا في مصر. These recordings، هذه التسجيلات، are a nod to عمر خيرت، تالنت موهبة عمر خيرت as a pianist اللي هو عازف على البيانو and composer ومؤلف موسيقي. كان مونامنت، طب ازاي بقى اقول التسجيلات دي يعني اثر مثلا او بتاع؟ لا، مونامنت بتجي بمعنى كمان اثر باقي يعني حاجه كده باقيه له او عمل متميز، يعني طبعا تجي مع التسجيلات بقى الموسيقيه بتاع بمعنى عمل متميز او مفخره، حاجه كده يفتخر بيها. 83 فاسيلتي، فاسيلتي بمعنى تسهيلات او مرافق او ادوات او خدمات، المعنى اللي علينا في المنهج. لكن هنا الجمله بيقول لي ماي ليتل دوتر، بنتي الصغيره، هاز انات فور لانجوج، عندها ايه للغات، شي ماسترز زيم فيري كويكلي، بسم الله ما شاء الله في اللغات بتتقنها بشكل سريع جدا. ففاسيلتي يعني بقى عندها سهوله في اللغات، يعني عندها سهوله في اللغات. فاسيلتي بتجي بمعنى سهوله او براعه او تسهيل او تيسير، هنا جاي بمعنى براعه، عندها براعه في اللغات، بسم الله ما شاء الله مستر، عندها سهول بتتعلم بسرعه جامد او براعه او تسهيل او تيسير، يبقى نعرف المعنى المختلف. 84 سيكشن، كلمه سيكشن بتجي بمعنى جزء او فصل او قسم او جناح. سيكشن في الجامعه عشان تاخد سيكشن اللي هي بتبقى زي فصل كده مستقل شويه عن الليكتشر، عن المحاضره بتاعت الدكتور، وبتجي بمعنى برضو قسم او جناح، جزء بس ايه، بس مش مستقل يعني الديبارتمنت، لا قسم مستقل، انجليزي قسم لوحده. لكن السيكشن زي مثلا في السوبر ماركت، السوبر ماركت دايما يبقى فيه سيكشنز اللي هو مثلا جزء بتاع الجبنه، مثلا جزء بتاع التوابل، جزء ما اعرفش بتاع كذا، ده السيكشنز. ذا بوتس القوارب، وير بيلت بيتم بنائها ان سويس، في السويس، اند ترانسبورت بيتم نقلها تو كايرو في القاهره ان سيكشنز، يعني بقى بيتم نقلها في اجزاء او افصال. طب نشوف اللي بعده، سام كارز بعض العربيات ار امبورتنت بيتم استيرادها تو ايجيبت لمصر ان سيكشنز برضه، اند مانيفاكتشر بيتم تصنيعها في فاكتورز، يعني بقى هنا سيكشن، قال لي ان سيكشنز يا مستر دي بتجي بمعنى على اجزاء او على دفعات، يعني بيقسموها كده بيعملوها زي ما بيقولوا كده على قطع ويجوا هنا بقى في مصر يركبوها او يكملوها، فاسمها ان سيكشنز على اجزاء او على دفعات. 85 كلمه هايلايتس، هايلايتس بتجي بمعنى الاشياء المهمه، حتى لو الناس بتسمع الهايلايتس بتاع الماتش بمعنى الاشياء المهمه او النقاط الرئيسيه او النقاط البارزه. طب نشوف هايلايت هنا، before her wedding party قبل حفل زفافها، منى هاد بلوند، بلوند يعني اشقر، not added to her hair، كانت محطه ايه؟ شقرة يعني حاطه بقى حاجات بقى كده شعر ناعم بقى واصفر وكده لشعرها، حاطه هايلايتس. طب يعني ايه اشياء مهمه؟ لا خلي بالك ان هايلايتس بتجي معنى خصلات شعر صفراء اللون، يعني هايلايتس دي انا هقول عليها الوصلات اللي للاسف ناس كتيره بتعملها من باب الغش، يعني اشتري لنا شعرها حلو يا الحقيقه غير ذلك، يعني فدي اسمها هايلايتس اللي هي الخصلات بتاعه الشعر. 86 تور، تور بتجي بمعنى يتجول او جوله، تور يتجول او جوله. طب المعنى الغريب، از ادبلومات كدبلوماسي مستر عصام سيرفد نقط اول اوفر ذا وورلد في كل انحاء العالم ديورنج هيز 35 يير كارير، اثناء حياته العمليه اللي كان مدتها 35 سنه، خلي بالك دي صفه مركبه، احنا طبعا قلنا في الصفات المركبه الاعداد لا تجمع لانها صفه مركبه، لازم يكون في النص فيه هايفن شرطه وكمان لا تجمع، لازم تكون مفرد لان يعني الصفات في الانجليزي ما بتتجمعش. فهنا ما قالش 35 ييرز، لا قال يير عشان جاي بعدها اسم. فهنا مستر تورز يعني بقى يعني يخدم جولات في كل انحاء العالم في اثناء حياته المهنيه.
طب خد الجمله دي كمان، يحيى حقي ذا فيمس رايتر، يحيى حقي اللي هو الكاتب المشهور، سيرفت برضه تورز از دبلومات كدبلوماسي ان ميني كانتريز. انا بقى سيرفت تور، التعبير ده على بعضه، قال لي سيرف تورز بمعنى يمثل بلدا دبلوماسي، او حتى هنا بيقول لك دبلوماسي، وهنا بيقول لك برضه في الكثير من الدول، فهنا بمعنى يمثل دبلوماسيا او عسكريا في اكثر من بلد، يشتغل في القنصليه، يشتغل في السفاره بتاع الدوله بره الدوله، في الدول الاخرى يعني. 87 كونتمبوراري، كونتمبوراري بمعنى معاصر او حديث، لكن تمبوراري وهي اللي مؤقت، خلي بالك كونتمبوراري بمعنى معاصر، يعني معاصر يعني اقول مثلا الاحداث المعاصره اللي بتحصل اليومين دول. ماي جراند فاذر ووز، كان جدي كان ايه لبريزيدنت جمال عبد الناصر، هي از 8 ييرز اولد، جدي كان ايه لجمال عبد الناصر، ده دلوقتي جدي عنده 80 سنه، كان كونتمبوراري بمعنى معاصر، يعني بقى معاصر، معاصر لحقبه زمنيه، يعني كان عايش في الفتره دي او فتره حد شخص. 88 كلمة كارفت، كلمة كارفت بمعنى منحوت أو محفور أو منقوش، ده المعنى الحرفي. طب المعنى الثاني مستر بيقول لي ذا سكول رولز، قواعد المدرسة، ار نوت ليست ايه ان ستون، في الحجر، زي كان بي تشينج، ممكن نغيرها. ار نوت كارفت ان ستون، دي ممكن تتجاب لأن مش هقول مش منحوت على الصخر. كارفت ان ستون التعبير ده على بعضه معنى غير قابل للتغيير. بقول إن قواعد المدرسة يعني ليست يعني ليست غير قابلة للتغيير، يعني ممكن تتغير عادي أو نهاية أو ثابت. 89 كلمة بورت، كلنا حافظين ان بورت اللي هو مثلا زي الايربورت اللي هو المطار مثلا، وبورت بتجي بمعنى ميناء او مرفأ، وبتجي برضه بمعنى مطار، يعني ممكن تستخدم على انها مطار من غير اير. انفورشنيتلي لسوء الحظ اولد كمبيوتر، الكمبيوتر القديم دازنت هاف، ما فيهوش اناط فور سكانر اور كاميرا، ما فيهوش ايه للسكانر، السكانر ده اللي هو الماسح الضوئي، اللي هو الواحد مثلا معايا صوره عايز ارفعها على الكمبيوتر، كان زمان ما فيش بلمبات لا تصور ولا بتاع، كانوا بيعملوا حاجه اسمها السكانر او كاميرا، ما فيهاش بورت. طب يعني ايه ما فيهاش ميناء للسكانر والكاميرا؟ لا، بورت يا مستر بتجمع الكمبيوترات بمعنى نقطه اتصال بين الكمبيوتر وجهاز خارجي او داخلي او وسط، اللي هو زي دلوقتي انتوا عارفين الدخله بتاعت اليو اس بي، هو ده بقى كان زمان اسمها البورت، اللي هو بقى داخله للسكانر، داخله للكاميرا، فدي اسمها البورت، اللي هو نقطه اتصال بين الكمبيوتر والجهاز الخارجي. 90 كلمه سكالبتشر، سكالبتشر بتجمع معنى تمثال او منحوت، حاجه منحوته يعني. My grandfather جدي was a professor، كان استاذ جامعي اوف ايه ات كايرو يونيفرستي، في الجامعه بيفور ريتايرنج، قبل التقاعد، يعني ايه دكتور في التمثال مثلا ولا في المنحوته؟ سكالبتشر، لا سكالبتشر بتجي كمان اسم بمعنى فن النحت، يبقى سكالبتشر بتجي بمعنى تمثال او منحوته، بتجي بمعنى اسم بمعنى فن النحت، عايز اقول جدي كان دكتور في فن النحت في جامعه القاهره. 91 ايدنتيتي، ايدنتيتي بتجي بمعنى هويه او اثبات الشخصيه، اللي جاي منها الايدنتيتي كارد اللي هي الاي دي اللي هو بطاقة الهوية يعني. The victim identified her attacker، الضحية قدرت تتعرف على المهاجم بتاعها from من خلال نقط بريد، بريد يا جماعة يعني عرض أو استعراض at the police station. كلمة identity بريد هنعرف دلوقتي معناها إيه؟ قال لي يا مستر identity بريد بمعنى استعراض أو عرض لتحديد الهوية تقوم به الشرطة. أنتوا عارفين كده اللي هو بنشوفه في المسلسلات والأفلام، يقول لك إيه؟ يقول لك الطابور، طابور العرض، طابور العرض ده اللي هو عشان مثلا الشرطه تتاكد ان الراجل ده هو بجد اللي اتعمل، فعشان نتاكد ان ما نظلمش برضو الشخص ده بنروح عاملين طابور، نجيب شويه مجرمين كده ونوقف فيهم الشخص اللي هو المتهم يعني، ونخلي الضحيه بقى نقول له يعني طلع مثلا اللي اعتدى عليك، فهو بقى يروح مطلعه من قلب الناس، هو ده بقى اسمه الايدنتيتي بريد اللي هو طابور العرض. الجمله اللي بعديها مستر بيقول لي ذا بانك از فيرست ديفنس، اول دفاع للبنك، ان كومباتنج في مقاومه ذا كرايم اوف نوت ثيفت، سرقة ايه؟ از تيتشنج، انها تعلم كونسيومرز المستهلكين تو سيف جارد ذير بيرسونال انفورميشن، هم يحموا معلوماتهم الشخصية. تلاقي دايما دلوقتي خلاص البنوك كلها عمالة تعمل اعلانات على التلفزيونات، يا جماعة مش أول ما يجيلك رسالة على الموبايل وحسابك البنكي وعارف تروح تدي معلوماتك وبياناتك. فدي بقى مستر اسمها ايدنتيتي ثيفت، ده تعبير ايدنتيتي ثيفت ده معناه انتحال الهوية أو سرقة الشخصية. يبقى في جريمة اسمها ايدنتيتي ثيفت معناها انتحال الهوية، انه ياخد بياناتي ويستخدمها بقى، ياخد البيانات بتاعت البطاقة بتاعتي الفيزا ويروح اسمها يسحب بقى الفلوس اللي هو عايزها منها، او ياخد بياناتي يستخدمها في اي عمل اجرامي، فاسمها انتحال الهوية او سرقة الشخصية، اسمها ايدنتيتي ثيفت. 92 كلمة كلاسيفايد، كلاسيفايد بتجي من كلاسيفايد مصنف، فكلاسيفايد مصنف او مرتب او منسق. الجملة مستر بيقول لي ذا جفرمنت، الحكومة انسيست اون، بتصر على كيبنج سارتين دوكيومنتس، ان الحفاظ على وثائق محدده اباوت ذير بوليسي، عن سياستهم. كلاسيفايد، قال لي يا مستر كلاسيفايد هنا بمعنى سري للغايه، يعني بيقول لي الحكومه بتخلي
بعض الملفات المحدده عن السياسه بتكون كلاسيفايد. الناس يقول يعني ايه بتخلي الملفات مصنفه؟ لا، بتخلي الملفات سريه. فكلمه كلاسيفايد خلي بالك بتساوي سيكريت، بمعنى سري للغايه. 93 كلمه ايسوليتد، ايسوليتد بمعنى منعزل او بعيد او معزول. Unfortunately لسوء الحظ stealing money، سرقة الفلوس from my bank account، من حسابي البنكي، is not، ليس not incident، ليس حدث ايه او حادثة ايه. Three of my friends، لان في ثلاثة من اصحابي were victims، هم كمان ضحايا لنفس الجريمة، يبقى ليست isolated. طب يعني ايه ليست منعزلة؟ لا يا مستر، isolated بتجي بمعنى منفرد او غير مرتبط باخرين. يعني عايز اقول جريمتي دي على فكرة مش جريمة منعزلة كده او منفردة او مش مرتبط او مستقلة عن غيره او مستوحد، لا ده جريمتي دي مرتبطة ببقية الجريمة. يعني على فكرة اللي سرقنا واحد هو نفس الشخص، انه بيعمل نفس الحركات. 94 كلمة فوكس، فوكس بتجي بمعنى يركز، بتجي بمعنى تركيز. كلنا حافظين بتاخد حرف الجر اون. طب شوف الجملة دي، each lesson، كل درس، of the English course، من كورس الانجليزي، has a very clear، ليه clear ايه؟ concentrating، بيركز on one of the main language skills. ليه فوكس؟ clear focus يعني ايه؟ ليه تركيز واضح يركز على، هتحس انها مش ماشية. معلش يا جماعه دي جايه بالغلط، اللايت هنا جايه بالغلط بتاع العلامه، المفروض هنا تبقى عند فوكس. جل من لا يسوى يا جماعه، طبيعي انا بشر ولازم الواحد يغلط، لان الملف ده كله والله انا عامله لوحدي. قال لي فوكس بمعنى نقطه تركيز او توكيد او وجهه، يبقى فوكس بمعنى نقطه تركيز او توكيد او وجهه. بقول كل درس بيبقى ليه نقطه بنركز فيها على كذا، او وجهه واضحه بنركز فيها على كذا. طب خد كمان المعنى الثاني، وذ كوفيد 19، في الكورونا، ذا ايشو، قضيه اوف هيلث كير، العنايه بالصحه، هاز كم انتو شارب، جت في برضه نفس الغلطه، برضه فوكس، كم انتو هنا برضه نفس الغلطه، انا قلت الاختيارات هي بالاجابه غلط، برضه الاجابه الصح طبعا هي فوكس. كم انتو شارب فوكس بمعنى يصبح في بؤره الاهتمام، يعني الرعايه الصحيه بقت خلاص هي اللي كل الناس بتهتم بصحتها دلوقتي، كله خايف على نفسه من بعد موضوع الكورونا، فاسمها كم انتو شارب فوكس بمعنى في بؤره، يصبح في بؤره الاهتمام. 95 كلمة انسيستور كلنا عارفينها، بمعنى اجداد او اسلاف او اب او جد اعلى، اللي هو اجدادي اللي هو ابو ابويا وكده. طب شوف الجملة دي، it is believed، يعتقد، ذات تشارلز باباجز كالكيوليتور، ان الموديل، النموذج بتاع الآلة الحاسبة بتاع تشارلز باباجز ده، وذا كان هو الايه اوف ذا مودرن كمبيوتر، كان هو الانسيستور بتاع المودرن كمبيوتر. طب يعني ايه بقى كان هو الجد؟ يعني الآلة الحاسبة كانت هي جد الكمبيوتر؟ لا، انسيستور هنا بمعنى اختراع او جهاز تم تطويره لاخر اكثر تطور. فعايز اقول هو كان هو الاختراع اللي منه اتعمل الكمبيوتر. 96 كلمه جاب، جاب كلنا حافظينها بمعنى فجوه، فجوه اللي هي مساحه فاضيه. سينس ذا يونج مان، سينس هنا جاب معنى منذ ان الراجل الشاب ده بدا نيو هيلثي لايف ستايل، حياه صحيه، اسلوب حياه صحيه او اسلوب حياه صحي. ذا نوت بتوين هيز فيزيتس، هنا ممكن سينس برضه بتجي بمعنى لان، لأن الراجل ده بدأ حياة، نمط حياة صحي. The not between his visits، ما بين زياراته to the doctor، للدكتور، got longer and longer. The gaps، gaps بمعنى الفجوات. طب هنا جاب يا مستر، جاب بمعنى ايه؟ طب خد الجملة دي كمان قبل ما نعرف المعنى. The two old friends، الاتنين الأصحاب القدام دول، met again، اتقابلوا مرة تانية، after a not of 20 years، بعد 20 سنة. after a gap برضه. طب هنا يا مستر جاب، جاب معنى ايه؟ قال لي كلمة gaps بتجي بمعنى فترات زمنية أو فترات توقف. يعني مش بتجي بمعنى فجوة بقى هنا، لا ده عايز أقول انه الفترات ما بين كل زياره والثانيه بقت اطول، او هنا شافوا بعد فتره من 20 سنه. 95 كلمه روتس، كلنا حافظين روتس بمعنى جذور او اصل. اقول لك money is the root of all evils، يعني الفلوس هي اصل كل الشرور. When my father got a new job، لما بيحصل على وظيفه حلوه in England، او وظيفه جديده في انجلترا، our family، اسرتنا moved to، انتقلت الى، to put down، انها تحط ايه؟ their roots. التعبير ده مستر بوت داون روتس بمعنى يستقر في مكان، بمعنى ستي، يمكس او يبقى او يستقر، او سيتل بمعنى يستقر. يبقى بوت داون روتس، انا عايز اقول حطينا جذورنا، يعني حطينا جذورنا يعني استقرينا في المكان ده. 98 كلمه سنس، سنس بتجي بمعنى الحاسه واحساس او الذوق، احنا كنا واخدين منها كومن سنس اللي هو الذوق العام. although I had it twice، I read it twice، برغم ان قريت الموضوع ده مرتين، this sentence، هذه الجمله، doesn't make، نقطة مش عامله ميك سنس. ميك سنس، ميك سنس التعبير ده مستر بمعنى له معنى او له مغزى او يعطي معنى. بقول الجمله دي مع اني قريتها مرتين مش عايز تدي اي معنى خالص. 99 كلمه فلاد بمعنى فيضان او طوفان او يفيض او يغرق.
طوفان او فيضان او يفيض او يغرق. طبعا يا مستر انا مستعين هنا عشان اكون امين، عشان بس الناس، عشان قلت دلوقتي ان انا عملت، انا اقصد انا عملت الملف ده كتبته وعملته انا بنفسي، لكن طبعا انا مستعين اسمه ده بكتاب جيم وكتاب المعاصر، هما بيبقوا منزلين الحاجات الادفانسد، صراحه استفدت منها كتير. وفي نفس الوقت انا كنت يعني معايا قواميس فيها بقى معاني اقوى برضو كتبتها لكم يعني. قال لي يا مستر فلاد فيضان او طوفان او يفيض او يغرق. شوف المعنى ده بقى لكلمه فيضان. قال لي ذا كمباني ويب سايت، موقع الشركه، ريسيفد، استلم انوات اوف ايميلز من الايميلات اباوت ذا نيو برودكت. يعني استلم مثلا فيضان من الايميل، ممكن اقول استلم عاصفه من الفيضان، تقرير من اداه من البتاع، يعني بقى فلاد اوف ايميلز. قال لي يا مستر والله افلاد اوف بمعنى وابل من او سن، عايز اقول وابل يعني ازاي هالوت اوف بالظبط، بمعنى الكثير من الايميلات، وابل او سيل من. طب خد كمان لكلمه فلاد معنى تاني. قال لي ذا يونج اكترس، الممثله الشابه، ووز نوت وذ كولز، بالمكالمات، جاست افتر ذا اناونسمنت، بعد الاعلان، وفي انجيجمنت، بعد اعلان خطوبتها. فلادت برضه هنا مستر فلاد ويز كولز بمعنى ينهمر عليه المكالمات، يبقى برضه بمعنى وابل او كتير يعني، بس هنا جايه كفعل بمعنى ينهمر عليه المكالمات، فلاد ويز كولز. نمبر 100 ستريتش، ستريتش بمعنى يتمدد او يقوم بتمرين الاطاله، الاسترتشات اللي الواحد بيعملها اللي هو تمارين الاطاله يعني، اللي هو اللي احنا بنقول عليها باللغه العاميه تمطع يعني، يتمدد او يقوم بتمرين الاطاله. قال لي بيكوز اوف ذا اكسنت، سبب الحادثه، الاين اوف كارز، طابور من العربيات نقط، فور ميني كيلومترز، لكيلومترات عديده. هنا ستريتش يعني بقى العربيات بتعمل تمرينات اطاله مثلا ولا بتتمدد، هنشوف المعنى دلوقتي. قال لي هيوج كلاود، سحابه كبيره، اوف دنس سموك، من الدخان الكثيف، نقط، اكروس ذا هوريزون، في الافق، افتر ذا فولكينو اربشن، بعد انفجار او ثوران البركان، برضه ستريتش. قال لي مستر ستريتش بتجي فعل بمعنى يمتد لمسافه او يصل الى، فانا عايز اقول طابور العربيات وصل الى كيلومترات عديده. هنا السحابه امتدت الى او وصلت او امتدت لمسافه في الافق. 101 تشير، تشير بتجي بمعنى يشجع او يهتف. طب المعنى الغريب، قال لي اي ووز جريتلي نوت باي ذا نيوز، الاخبار، اوف ويننج ذا برايز، ان انا فزت بالجائزه، ان بوتري كومبيتيشنز، في مسابقات الشعر. انا اي ووز جريتلي تشيرد، يعني انا بقى انا هتفت بشكل كبير، برضو هتحس ان انا مش ماشيه. طب انا اعرف المعنى دلوقتي. اي ترايد، انا حاولت تو نوت ماي فريند اب، ان انا اعمل ايه لصاحبي، بات هي جاست كيبت ستيرنج اوت اوف ذا ويندو، ولكنه بس فضل باصص في من الشباك، لوكينج فيري ساد، كان علينا حزين. يبقى انا حاولت ان انا تشير ماي فريند اب، يعني انا بقى تشير ماي فريند اب. قال لي تشير بتجي ممكن تجي بمعنى يبهج او يسعد، فهنا مثلا بقول انا ابهجت، يعني انا كنت سعيد جدا بالاخبار ان انا فزت بالجائزه، او هنا انا حاولت ان انا اسعد صاحبي، حاولت ان انا اخليه سعيد او ابهجه كده، ولكنه فضل زعلان وفضل باصص من الشباك. 102 102 بيس بتجي بمعنى سرعه او يسرع الخطى، اللي هي جاي منها كان تعبير اسمه كيب بيس ويز. طب هنا نشوف المعنى الغريب، ذا اولد دايركتور، المخرج العجوز، جيف اب هيز جوب، يعني او المدير العجوز اقلع عن وظيفته، ان فيلم لاين، هنا بمعنى مخرج، المخرج الكبير في السن ده خلاص بقى بطل الشغلانه بتاعته في صناعه الافلام، بيكوز هي كودنت ستاند، لانه ما بقاش قادر ان هو ستاند يتحمل ذا بيس. قال لي يا مستر كانت ستاند ذا بيس، التعبير ده على بعضه معنى لا يستطيع مجاراه سرعه او ضغط العمل، خلاص ما بقاش قادر على السرعه بتاعت الشغل او على ضغط الشغل، يبقى كانت ستاند ذا بيس، التعبير ده معناه لا يستطيع ان يجاري سرعه العمل او ضغط العمل. طب جمله كمان بفكره اكتر، بفكره ثانيه، ذا جفرمنت، الحكومه، استراينج هارد، بتحاول تو ميك سالاريز، انها تخلي المرتبات كيب، اللي انا لسه قايلها حالا اسمها كيب بيس ويز، بمعنى يواكب، اللي هو يتماشى مع يعني، او يساير او يجاري او يواكب، اللي هي بتساوي كاتش اب ويز، بتساوي كيب اب ويز. كلمة تير بمعنى يمزق، ده اللي احنا علينا، وكمان بتجي بمعنى دمعة، تيرز اللي هي الدموع. طب شوف المعنى ده، قال لي ذا انشورنس كومباني، شركة التأمين، دازنت كفر دامج، لا تغطي التلف، كوزد باي نورمال وير اند تير. مش فاهم يعني ايه شركة التأمين لا تغطي التلف المتسبب بواسطة وير، يعني يرتدي، ازاي جه كفعل مثلا؟ لا يا مستر، ده في تعبير اسمه وير اند تير بمعنى التمزق بالاستعمال، يعني الحاجات اللي هي انت مثلا موبايل على سبيل المثال معاك بقاله 10 سنين، فالشركه تضمنه ازاي يعني؟ او يتاكل بالاستعمال، عربيه مثلا خلاص عدى عليها 20 سنه، فتضمنه ازاي؟ فده اسمه تعبير اسمه وير اند تير، اللي هو الحاجه تبوظ بقى بالاستعمال او تبلى او تتمزق او تتاكل بالاستعمال. 104 كلمه ريس بمعنى سباق او يتسابق، كلنا حافظين ريس.
طب خد الجملة دي، قال لي the United Nations الأمم المتحدة always calls governments دايما بتطالب الحكومات not to discriminate، فهم ما يحتكروش between أو يميزوا ما بين people الناس on the basis على أساس of not or gender، gender اللي هو الجنس يعني لو ذكر أو أنثى، قال لي basis of race or gender. طب هنا يعني إيه بناء على السباق أو الجنس؟ ازاي يعني؟ لا خلي بالك ان ريس بتجي بمعنى عرق او جنس او سلاله، بمعنى مثلا ابيض ولا اسود، اوروبي ولا عربي ولا افريقي ولا ايه بالظبط، ده اسمه الريس. عشان كده اي حد طبعا من الشباب متابع الدوري الانجليزي هيلاقي دلوقتي على طول بينزل كده من النتيجه يقول لك ايه، يقول لك نو روم فور راشيزم. ما هي راشيزم دي جايه من كلمه ريس، راشيزم اللي هي العنصريه يعني لا مجال للعنصريه، نو روم فور راشيزم. فريس اللي جاي منها راشيزم اللي هي العنصريه، العنصريه اللي هو اللي ايه يا مستر، ان انا بميز ما بين بقى ان انا لما اتعامل مع اوروبي غير لما اتعامل مع افريقي غير لما اتعامل مع عربي غير لما اتعامل مع كذا، ده اسمها الريس اللي هو السلاله او الجنس. 105 كلمه بند، بند بتجي بمعنى يلوي او ينحني او انحناء. طب شوف المعنى ده، قال لي ذا نيو مانجر المدير الجديد مانج تو تمكن من نقط ذا كوميتي اللجنه تو هير اوبينيون عن رايها تو ريز ذا برايس انها ترفع السعر اوف زير برودكتس المنتجات. بند ذا كوميتي تو يعني بقى بند تو بمعنى يقنع، بتساوي برسويت برضه اللي هو اثناهم عن يعني اثنى اللجنه الى يعني اثناهم الى يعني خلاهم اقتنعوا بالحاجه دي، يبقى بند تو بمعنى يقنع. 106 سولوشن، سولوشن كلنا حافظينها بمعنى حل. طب شوف الجمله دي، قال لي تو كيب ذيم عشان يحافظ عليهم يو ماست ريز ذا كونتاكت لينس with saline contact lens مستر، اللينس ده اللي هي اللي حول عليه اللي هي العدسات، contact lens with saline، saline اللي هو محلول الملح solution. هنا مستر solution برضه هنعرف يعني saline solution. طب شوف دي natural gas الغاز الطبيعي كان بي ترانسبورت ممكن نقله through pipes من خلال الانابيب or in solution برضه. طب solution جاب معنى ايه بقى مستر؟ قال لي بمعنى محلول او ذوبان. زي ما احنا كده في مصر دلوقتي بنستورد الغاز المسال، ما هو الغاز هنقوله ازاي مثلا من اوروبا مثلا لمصر؟ حاجه من اتنين، يا اما بمواسير. طب لو ما فيش مواسير او انابيب هنضطر نعمل ايه بقى؟ بيعملوا له عمليه سيالان ان هم يسيلوه، وبعد كده لما يجي مصر هنا نعمل له اعاده تاني ان احنا نخليه يرجع غاز تاني، عمليات كيميائيه كلها. فهنا سولوشن بتعجب معنى محلول، فصلاين سولوشن معنى محلول ملحي. 107 كلمه كونفليكت، كونفليكت بمعنى صراع، ده المعنى الحرفي. طب شوف الجمله دي، زيروز يوجد ايه اوف انترست اهتمام بتوين ذا بوليتيشنز ما بين السياسي بيزنس شغل السياسي ده ديلينج تعاملاته اند هيز بوليتيكال اكتيفيتيز وانشطته السياسيه. كونفليكت تعبير اسمه كونفليكت اوف انترست بمعنى تضارب مصالح او تعارض المصالح، ان هو يكون واحد ماسك منصب وفي نفس الوقت عنده شركاته، طب ما انت هتستغل منصبك انك تخدم على شغلك، يبقى كده انت ده اسمه تضارب مصالح او تعارض المصالح، اسمه كونفليكت اوف انترست. 108 attention، attention يعني انتباه او اهتمام. One of the annoying things، واحد من الاشياء المزعجه of four soldiers للجنود taking part in the parade اللي بيشاركوا في العرض او الاستعراض is standing ان هيقفوا at نقط for a long time لوقت طويل. attention خلي بالك intention يعني نيه. attention stand at attention، التعبير ده بمعنى يقف منتصبا او يقف انتباه، زي ما بقول كده اكتر حاجه صعبه على العسكريين لما يكونوا في استعراض انه ممكن يقف بالساعه او الساعتين واقف انتباه ما بيتحركش، فده اسمه ستاد ات اتنشن. 109 فاميليار، فاميليار بمعنى مألوف او على درايه. طب شوف الجمله دي، سام تيتشرز بعض المدرسين الاو ذير ستودنتس بيسمحوا لطلابهم تو بي اون فيري ان يكونوا فيري ايه تيرمز وذ ذيم ان كلاس، يكونوا فيري فاميليار وذ ذيم ان كلاس، يكونوا يعني مألوفين لديهم في الفصل. لا unfamiliar terms with يا مستر، التعبير ده بمعنى مستأنس به او متحببا، ان هو ان انا اخلي طلابي يحبوني، يعني انا ما فيش عداوه ما بيني وما بينهم عشان خاطر او ان انا ارعبهم اخوف، لا الموضوع كله احنا اولا واخيرا فتره هو جاي عشان يستفيد وانا في نفس الوقت عايز افيده وده شغلي وتعبي، فانا عايز افيده وهو عايز يستفيد، فالمفروض العلاقه تكون احترام متبادل يعني. لكن هو للاسف بعض الناس بقى اللي هي بتكون يعني جايه من بيئه مش يعني مش سويه او يكون هو مش سوي، هو بقى ساعتها اللي بيحصل المشاكل، لكن هو الطبيعي ان المدرس بيكون اون فاميليار تيرمز ويز اللي هو مستانس به او متحابب معه طول ما برضه ما المدرس سليم عشان يكون امين يعني. 110 دوميننت، دوميننت مستر بتجي بمعنى مهيمن او سيده متغلبه ومسيطر، برضه من الكلمات الرئيسيه مهمه جدا يعني. طب شوف الجمله دي، يو ماست هولد ذا تول، انت لازم تمسك الاداه ان يور نوت هاند بايدك ايه ويذر رايت اور ليفت، سواء كانت اليمين او الشمال.
دوميننت هاند. يعني ايه بقى دوميننت هاند يا مستر؟ بتجي المعنى الرئيسي او الاكثر استخداما. يعني بيقول لك امسك ايه؟ امسك الاله دي او الاداه دي بايدك المهيمنه. ايه يعني ايدك المهيمنه؟ ايدك الرئيسيه، ايدك اللي انت بتستخدمها على طول، ايدك اليمين سواء هي الاساسيه او الشمال. 111 بالانس، بالانس بتجي بمعنى توازن او اتزان او تناسب، ده المعنى اللي احنا واخدينه. I was surprised to know، انا كنت متفاجئ ان انا اعرف ذات ماي فاذرز، ان ماي فاذرز ايه؟ الزيرو صفر. هي هاد تو تيك الون، كان مضطر ان ياخد كارد فور ذا بروجكت للمشروع. هنا اختار بالانس، معلش الاجابه هنا انا نسيت اعملها، طبعا الاجابه بالانس. بالانس يا مستر بتجي بمعنى رصيد وبتجي بمعنى ميزان. خلي بالك ان هنا بالانس طبعا جاب معنى رصيد. قال انا متفاجئ لما عرفت ان الرصيد ابويا صفر وانه اضطر ياخد قرض عشان المشروع. وكمان بتجي بمعنى ميزان. اعرف المعنى ده برضه عشان ممكن يجي لك جمله عليه. 112 كلمه ريفلكت، ريفلكت بمعنى يعكس او يوضح. اجيبها ريفلكشن يعني انعكاس. هي نقط اون ذا ريزونز، الاسباب فور هيز سانز لو ماركس، الاسباب لدرجات ابنه المنخفضه. ريفلكتد اون ذا، يعني ايه بقى ريفلكتد اون ذا ريزونز؟ قال لي ريفلكت اون ده تعبير بمعنى يمعن التفكير فيه، يعني قعد يفكر كتير جامد ايه اسباب ان ابنه يجيب درجات وحشه، او يفكر بشكل عميق. قعد يفكر، فريفلكت اون بمعنى يفكر بشكل عميق، او يستبصر، يستبصر يعني يحاول يعرف الاسباب. 113 امبلمنت، امبلمنت يعني ينفذ او يطبق، اللي جاي منها الاسم امبلمنتيشن. كيب شارب نوت اواي فروم تشيلدرن، خلي الايه الحاده بعيده عن الاطفال. ذي ار دينجرس، دي خطيره. فهنا اختار امبلمنتس، يعني ايه بقى؟ خلي ينفذ صلبه او حاده، لا امبلمنت بتجي كمان بمعنى اداه او اله، فبقول خلي الالات او الادوات الحاده بعيده عن الاطفال. 114 اوبريشن، اوبريشن بتجي بمعنى عمليه جراحيه. طب شوف المعنى ده. ذا ماشين اي هاد بوت، الاله اللي انا اشتريتها اونلاين على نت بروك داون، اتكسرت ان ذا فيرست يير اوف، في اول سنه اوبريشن. يعني ايه بقى يا مستر؟ قال لي اوبريشن بتجي بمعنى اداره او تشغيل او تطبيق اله او نظام. قال لي يا مستر يعني انا الجهاز ده اللي انا شريته باظ او اتعطل في اول سنه من الايه؟ من التشغيل او من التطبيق ده مع الالات او الانظمه، ده كمان بمعنى الاداره مع الاماكن. او مع الاجهزه برضه. 105 الاجهزه التشغيل يا جماعه، لكن الاداره للاماكن. 115 ريكورد، ريكورد يا مستر يعني يسجل او يدون او سجل او تسجيل. صلاح هاز ا جود، صلاح لديه ايه؟ ان ذا بريمير ليج، في الدوري الانجليزي. هي هاز ميد جريت اتشيفمنتس، عمل انجازات عظيمه. طبعا يا مستر عمل جود ريكورد، ريكورد هنا هنعرف المعنى في الجمله دي معناها ايه. A lot of journalists، كثير من الصحفيين، بريدكت بيتنبأ ذات ذيس سويمر، ان هذا السباح والبريك سوف يحطم ذا نوت اوف مايكل فيليبس ان ذا نيكست اولمبيكس، في الاولمبيات الجايه هيحطم ذا ريكورد. هنا خلي بالك بقى، ريكورد اولا بتجي بمعنى سجل اللي هو تفاصيل شخصيه او عمليه. يبقى انا ممكن اقول ان صلاح لديه سجل جيد في البريمير ليج بمعنى تفاصيله الشخصيه او العمليه، تفاصيل عمل الانجازات يعني. وكمان بتجي بمعنى رقم قياسي، زي بريك ذا ريكورد بمعنى يحطم الرقم القياسي، وميز ذا ريكورد يعني يفشل في تحطيم الرقم القياسي في الرياضه. 116 بروموت، بروموت بتجي بمعنى يشجع، يشجع او يرقي او يحسن. طب شوف الجمله دي. قال لي ذا فاكتوري، المصنع ترايز بيحاول تو نوت اتس نيو برودكت، منتجه الجديد، باي بوتنج بوسترز، يحط ملصقات ان ذا ستريت، في الشارع. المصنع الجديد بيحاول يعمل ايه للمنتج الجديد؟ انه يحط اعلانات في الشارع. بروموت بمعنى يروج لمنتج معين، يبقى بروموت يا جماعه بتجي بمعنى يشجع ورقي، وكمان بتجي بمعنى يروج، يروج للمنتجات، يعني ايه يروج؟ يعملها اعلانات يعني. 117 كلمه تشالنج بمعنى تحدي او يتحدى او يمثل تحديا، ده المعنى اللي احنا حافظينه. طب شوف الجمله دي، ماي جراند فاذرز اوبينيونز، اراء جدي ار اولوز، دايما ايه؟ هي از فيري وايز، هو حكيم جدا، ده ما هو حكيم جدا يبقى اراءه تشالنجد، يعني فيها تحديات، برضه مش تحس ان مش مفهومه. ممكن حد يفكر في اميزد على فكره، لا كان ممكن اقول اراء جدي، لو كانت اميزنج كانت تبقى صح، لانه الاراء ما تاخدش اميزد، احنا قلنا الاي ان جي مع اللي بيعمل الصفر، فالاراء مش هقول الاراء هي اللي بتعمل الدهشه، مش هي اللي بيحصل فيها الدهشه، لكن الاي دي مع اسم المفعول اللي هو بيحس بالصفه، فمش هقول الاراء هي اللي حاسه بالدهشه، لا هي اللي بتعمل الدهشه، لو كانت اميزنج كانت ممكن اشك فيها، لكنها تشالنج. ويل تشيرز اللي هو الكراسي بعجل، ار يوزد، بتستخدم باي ذوز، بواسطه هؤلاء، هو ار فيزيكالي، اللي هم فيزيكالي برضه تشالنج. طب هنا معناها ايه وهنا معناها ايه يا مستر؟ قال لي تشالنج بتجي بمعنى مقبول او متعارف عليه، فهنا بقول اراء جدي دايما مقبوله، فتشالنج بتجي صفه بمعنى مقبول او متعارف عليه او متفق عليه.
يبقى كده يا جماعة كلمة تشالنجد بتجيب معنى مقبول متعارف عليه أو متفق عليه، وكمان بتجيب معنى معاق. يعني في الجملة التانية دي جايب معنى معاق، في الجملة الأولانية my grandfather's opinions هنا تبقى تشالنجد بمعنى يعني متفق عليه، كلنا بنبقى موافقين عليه لأنه حكيم جدا، لكن في الجملة التانية جايب معنى معاق. ننتقل ل 118، 118 كلمة بيك أب، برضو من الكلمات المهمة جدا اللي موجودة في يونت 5 وكمان اللي متكررة في يونت 11. بيك اب بتجيب معنى يلتقط او يتناول، يتناول بيده او كمان يحصل على او يشتري بسعر رخيص. خلي بالكم انها بتجيب معنى يشتري بسعر رخيص عشان جت كتير او عليها تمارين كتير، او يوصل او يقل في سياره. يعني لما اقول مثلا ماي فاذر ويل بيك مي اب بمعنى ابويا هيجي يوصلني او يقلني في سياره، يعني يقلني يعني ياخدني في العربيه، يعني ياخدني مثلا من المدرسه لحد البيت وكده. نشوف بقى الجمله دي، بيقول لي اي بيك نوت ماي روم بيفور اي ليف فور سكول. طبعا الناس هتقول بيك ايه، يعني هلتقط حجرتي مثلا ولا اشتريها بسعر رخيص قبل ما اغادر للمدرسه ولا اوصلها بالعربيه؟ لا، نشوف هنا بيك اب كمان بتجيب معنى يرتب، يبقى بتساوي كلمه تايدي. يبقى انا لازم اخلي بالي ان انا ممكن بيك اب كمان بتجيب معنى يرتب من الافعال، من حروف الجر مهمه قوي يعني. وبكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو، وبتمنى من الله ان انتوا تكونوا استفدتوا. اهم حاجه ما تنسوش ان الناس تدعم الفيديو بلايك عشان خاطر يوصل لعدد اكبر من الناس، عشان الناس كلها تستفيد. الناس برضو اللي عندها جروبات تشير الفيديو في الجروبات بحيث انه يفيد غيرك، عشان ربنا يكرمك ويكرمنا جميعا. واهم حاجه ما تنسونيش يعني بالدعاء بظهر الغيب. اتمنى من الله ان ربنا يوفقنا جميعا الى ما يحب ويرضاه، وانه يكرمنا ويرزقنا السعاده في الدنيا وفي الاخره. واخر حاجه يعني بتمنى لكم والله كلكم ان شاء الله زحمة انه تحلوا كويس جدا في امتحان الانجليزي ان شاء الله، واي حد عنده اي استفسار او اي طلب يكتبه في التعليقات وان شاء الله باذن الله ارد عليه ان شاء الله يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.